بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأعزاء، إخواني الكرام، أساتذتي الكبار، أهلا وسهلا بحضراتكم في سهرة تدريبية جديدة تتجدد وتتألق بكم ومعكم على منصة دمياط التعليمية. ومن هنا أبدأ بوافر التحية والتقدير والاحترام للسيد وكيل الوزارة الأستاذ عادل عثمان، والسيد وكيل المديرية السيد عبد الرازق الزيني، والسيد مدير عام التعليم العام الأستاذ عصام النماس، على قيادتهم لمديرية التربية والتعليم وعلى قيادتهم للتواصل والتعامل عن بعد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم كله. أشكركم جزيل الشكر وأقدر لكم هذا الاهتمام لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين ورؤسائنا من القيادات التربية والتعليم. نبدأ معكم اليوم اللقاء المتجدد دائما معكم وبكم في أمسية تدريبية جديدة على منصة دمياط التعليمية الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، في فكرة بدأناها من قريب وهي الأخذ بمفردات العصر ومواكبة التحديات التي تمر بها وطننا العربي ومصرنا الحبيب، وهي أزمة كورونا وكيف نتعامل معها في ظل ذلك الوقت. وقفنا معا بانتماء وحب وتقدير لهذا البلد الذي نعيش معه وبه وفيه، واتفقنا معا على مواجهة هذا الشيء بالتحدي والتواصل والعمل والكفاح من أجل أبنائنا الطلاب، بعمل بس مراجعات خارجية، مراجعات نهائية لطلابنا في جميع المراحل التعليمية وخاصة المرحلة الثانوية. وقد مررنا معا بكم ومعكم، وتكاتف الجميع من قيادات التربية والتعليم على رأسها السيد وكيل الوزارة إلى جميع مديري إدارات التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وموجهي عموم وجميع الموجهين والسادة الأفاضل من المعلمين، بعمل بس ومراجعات نهائية وخارجية. وها نحن الآن في آخر يوم من أيام الثانوية العامة، هتكون غدا إن شاء الله. نتكاتف معا ونقف معا لمواجهة هذا التحدي بنجاح وشرف. واليوم نحصد، واليوم نتعلم ونتكلم معا سويا، وننظر ماذا جنينا وماذا سنجني في المستقبل. شكرا لحضراتكم جزيل الشكر، ونتمنى دائما نقف معا سويا لنتحدى جميع المواقف من أجل وطننا الغالي مصر. الآن نبدأ مع حقيبة تدريبية جديدة، وهي بدأناها بالأمس كما اتفقنا معا مع فريق منصة دمياط التعليمية، إن احنا هنستكمل المسيرة سويا مع المدربين والمتدربات الموجودين معنا في المنصة، ونحن دائما نفتح الباب لكل من يريد أن يشارك ويتشارك معنا. المنصة مفتوحة للجميع من جميع أبناء مصر كلها قاطبة، يعني المنصة ليست محصورة على واحد فقط، وإنما مفتوحة للجميع للمشاركة. وها نحن الآن مع ابن من أبناء مصر من محافظة الإسكندرية، الأستاذ أحمد القاضي، موجه دراسات اجتماعية بمحافظة الإسكندرية، يتألق معنا اليوم على منصة دمياط التعليمية ليقدم لنا أداة من أدوات حقيبة المعلم العصري. كما اتفقنا يوم السبت ان احنا هنبدأ بتدشين قناة جديدة على قناة منصة دمياط التعليمية، وهي كفايات المعلم العصري. بدأناها بالأدوات الرقمية البسيطة، وهي الفرق بين الموبايل واللابتوب في استخدامك التكنولوجي كمعلم او كموجه. ثم بدأنا نتعلم بعض ونتدرب بعض التطبيقات الموجودة على جوجل وعلى مايكروسوفت والفرق بينهما. تعرفنا على كيفية عمل فصل افتراضي على جوجل كلاس روم، تعلمنا كيف نعمل ميتنج على جوجل، تعرفنا أيضا على العديد من مزايا جوجل وعلى مزايا مايكروسوفت، ولكن وهنستكملها إن شاء الله بعد كده في وقت لاحق. والآن نبدأ مع أستاذ أحمد القاضي
أداة تدريبية، أداة رقمية جديدة تفيد وتهم المعلم العصري في وقتنا الحالي. اتفضل أستاذ أحمد، وبعتذر على إني كنت طولت شوية، لكن كانت إطالة لابد منها، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. أشكرك على إسعاد صدرك وعلى إتاحة وقت حضرتك في إن أنا أقدم هذه التقديمة، وإن كانت طالت شيئا قليلا، ولكن المايك لك الآن. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الأستاذ وبركاته. إبراهيم، طبعا يعني أنا برضه أنا كمان محتاج إن أشكر القائمين على منصة دمياط التعليمية ووكيل الوزارة بيها وكل المسؤولين اللي بيساهموا في المجهود اللي مش مجرد بس إن إحنا موجودين فيه النهاردة، لا يعني لطوال المدة الماضية أنا كل يوم بنتابع إن في جديد وفي اهتمام بالطلبة وفي اهتمام بالأنشطة للمعلمين أو للطلبة، فدي حاجة أتمنى إن كل المحافظات تعملها إن شاء الله، يعني ربنا يسهل يعني. طيب احنا استكمال ده اللقاء الرابع لينا ان شاء الله، اتمنى ان احنا نفيد فيه ونبقى تكمله للقاءات اللي فاتت قبل كده. احنا اللقاءات اللي فاتت كنا بنتكلم فيها عن تصميم الانشطه التفاعليه ووسائل التعليميه التفاعليه اللي احنا نقدر نشرح بيها للطلبه ان انا اقدر ان انا ابعتها له في البيت يشتغل عليها، ويبتدي ان انا حتى لو هو مش موجود قدامي يبتدي ان انا اتفاعل معاها ويشوف الناتج بتاعها. ثم اتكلمنا بعد كده عن الاختبارات الالكترونيه وان الطالب بعد كده ممكن وهو قاعد في البيت مش محتاج ان والدته مثلا تكون قاعده معاه وتفتح كتاب وتقول له انت جاوبت صح او جاوبت غلط، لا ده انا بعمل له اختبار الكتروني ويصحح تلقائيا. فانا هنا بريح ولي الامر، ان ولي الامر احنا عارفين عاده الامهات بتبقى قاعده جنب الولد وتقول له جاوب، طب نشوف الكتاب، طب افتح لي الصفحه دي هنشوف. فاحنا بنحاول ان احنا نريح ولي الامر شويه ان انا ببعت له هنا اختبار الكتروني و مش مضطر يفتح الكتاب، هو الابن او الطالب اول ما بيحل الاجابه بيظل اذا كانت الاجابه بتاعته صح ولا غلط، فولي الامر الام ترتاح شويه بيعرف ان هو هنا الجزء ده هو خلاص الجزء ده محتاج مراجعه وهكذا. النهارده احنا نستكمل الجزء ده عشان نقفل الموضوع ده، ازاي انا هوصل للطالب وولي الامر ازاي ان انا اوصل لهم الوسائل التعليميه اللي انا عملتها دي. المره اللي فاتت كنا احنا بنتكلم على الموقع بتاع جيت هاب وازاي ان احنا نبعت عليه الشغل بتاعنا، انا عارف ان هو كان صعب شويه وحتى بعض الزملاء يعني تواصلوا معايا وكانت حاجات بسيطه واقفه معاهم ما شاء الله هم عملوا شغل ممتاز، والحاجات البسيطه دي لما اتعالجت لقوا الموضوع سهل وكملوا فيه. فانا اتمنى ان احنا يعني حتى لو نعمل فرق عمل في مدارسنا يبقى حد تخصصه ان هو يجمع الماده العلميه وحد تاني ان هو يصمم الوسيله التفاعليه دي اللي موجوده عندنا، حد يبقى مخصوص للتعامل مع جيت هاب ياخد الشغل منهم ويبتدي ان هو يرفعه، فنسهل الموضوع شويه على المجموعه. برنامج غالبا قفل معاكم، فان شاء الله يعني مع استاذه علا باذن الله التنسيق معاه هبعت لكم ازاي ان احنا ممكن نشغله تاني. طيب انا النهارده بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على الموقع الالكتروني. ولما نتكلم على الموقع الالكتروني احنا محتاجين ساعات يعني في بعض الناس المفاهيم بتبقى مختلطه عليه، يعني الفرق بين الايميل الالكتروني البريد الالكتروني والموقع الالكتروني. البريد الالكتروني هو اللي بيجي لك عليه رسائل، جات لي رساله انا هبعت رساله زي الياهو او جيميل او مايكروسوفت اوفيس 365 بتاع الوزاره، ده بريد الكتروني. اما الموقع الالكتروني ده موقع انت بتحط عليه شغلك، حضرتك بتدخل على موقع اخباري هو مكتوب عليه اخبار، انت بتدخل تقرا الاخبار اللي عليه. انا بدخل على موقع ياهو، المواقع استاذ عزه المايك بتاع حضرتك مفتوح معلش عزه شكرا لحضرتك هقفله بالنيابه عنها لحد ما تاخد بالك شكرا. فالموقع الالكتروني المحتوى بتاعه هو المحتوى اللي انا بقدمه وببتدي ان انا اعرضه للناس. اي محتوى بقى سواء كان مكتوب او صور او فيديوهات هبتدي ان انا احط المحتوى ده وابتدي اشتغل فيه. طيب هنا يجي السؤال، ليه انا ما عرضتش المحتوى بتاعي على الفيسبوك على ادمودو على الوسائل المختلفه؟ ليه انا محتاج يكون عندي موقع الكتروني؟ هنضطر نرجع كده بس بسرعه لانواع النت عندنا. يعني احنا لما بدانا الانترنت العالم يتعرف على الانترنت فاحنا عندنا ثلاث انواع من الانترنت. في ويب 1.0 اللي هو الرقم واحد اول مره يعملوا شبكه انترنت، وبعدين اتطورت شويه وبعدين بقت ويب 2 وبعدين اتطورت وبقت ويب 3. طيب ايه الفرق بينهم؟
الفرق بينهم في مين اللي بيقدم المحتوى ومين اللي بيستقبل المحتوى. غالبا زمان كانت المواقع الالكترونيه عباره عن ان انت زمان بقى زمان ده يعني في التسعينات والثمانينات احنا كنا مجرد متلقي، فانا دخلت على موقع قريت اللي مكتوب عليه، انا مش قادر اعلق، مش قادر اقول له انت كلامك صح ولا غلط. الموقع الالكتروني هنا مجرد ان حد عرضني معلومات خام وما بيستقبلش ردود افعال الناس اللي بتقوى زيي. فده ويب 1 اللي كان موجود عندنا، حاجه مباشره مجرد بس كانك بتقرا الجورنال، انت مسكت الجورنال قريته لكن انت مش قادر تعلق على اللي كاتب المقال وتقول له انا رايي كذا او اي كذا. فده ويب 1. ويب 1 ده مجرد بس ان انت متلقي فيه، فلقوا ان هنا مفيش تفاعل فبدأوا ان هم يعملوا ويب 2. ويب 2 اللي هو زي وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي حضرتك بتكتب بوست والتانيين عندهم امكانيه ان هم يردوا عليك. فاصبح هنا في تفاعل بيني وبينك، بين اللي كاتب المحتوى وبين اللي بيقراه. عشان كده نظام التعليم الجديد، لو انتوا حضراتكم خدتوا بالكم في نظام التعليم الجديد عندنا في مصر مسمينه ايه؟ التعليم 2.0. يعني قال لك احنا دلوقتي احنا في التعليم 2. في التعليم 2 ليه؟ لان احنا مش عايزين المدرس بس هو اللي بيقول والطالب بيسمع، لا احنا عايزين المدرس يقول والطالب يرد عليه ويبتدي يتفاعل معاه. عشان كده نظام التعليم الجديد مكتوب ايديو 2، ان احنا هنا عايزين يكون في تفاعل ما بين الطرفين. لا ده الموضوع اتطور كمان، فبقى عندنا ويب 3. فالويب 3 اللي هي احدث حاجه موجوده عندنا، ان انت مش مجرد بس ان انت بتقرا المحتوى، لا ده انا ممكن ان انا عن طريق الواتس مثلا انت المحتوى ممكن يكون بيني وبينك من غير ما يعدي على الشركه الاصليه. يعني انا ببعت لك رساله، المفروض الرساله دي تروح لشركه الواتس وبعد كده الواتس تبعتها لك. فحاليا الويب 3 لا، بيخليني انا ابعت رساله وشركه الواتس ما تشوفش ايه اللي مكتوب ويتبعت لك انت تعرف تقراه. ويب 3 بدا ان هو يكون فيه مش مجرد بس في الموبايلات ولا اجهزه الكمبيوتر ولا الحاجات دي، لا ده اصبح التكييف دلوقتي انت ممكن تشغله بالويب، لمبه الكهرباء ممكن تشغلها بالويب، الغساله، الثلاجه، الكلام ده موجود بره. كويس، ان انا هنا ممكن ان انا ابحث عن معلومه صغيره، مش شرط ان انا بس ان انا عندي موقع كبير، ان انا مش بوصل موقع بحاله او مقاله ولا بوست، لا ده انا فكره خطرت في بالي فانا ممكن ان انا ابعتها. كويس، لكن في النهايه احنا اضطرينا نرجع لويب 1، ان انا يكون عندي موقع الكتروني. لان انا احيانا لما حضرتك بتكتب بوست، ودي المشكله اللي ممكن نقابلها مع ادمود ان شاء الله السنه الجايه، ان حضرتك عايز تحط محتوى مهم، حاجه مهمه، فالولاد بدأوا يكتبوا تعليقات فبدأوا يشتتوا عن الموضوع الأصلي. وغالبا احنا ممكن نشوف الكلام ده في الفيسبوك أو غيره، إن أنا بكون في حد كاتب موضوع ويبتدي ناس تطلع بره الموضوع. فبدأنا هنا إن تلاقي أحيانا في بعض صفحات الفيسبوك بيروح قافل التعليقات، حتى اليوتيوب أحيانا اليوتيوب بيروح جاي قافل التعليقات. ليه؟ لأن أنا مش عايز أسمح كأن تخيل حضرتك بالظبط جوه الفصل، انت بتتفاعل مع الطلاب وبتخليهم يردوا عليك وبيتكلموا، لكن انت محتاج وقت انت بس اللي تتكلم، مش محتاج حد يعلق عليك لغايه ما تخلص الفكره بتاعتك. زي ما احنا بنعمل دلوقتي، احنا بنسمح بالتعليقات، لكن الاول احنا بنخلص الفكره بتاعتنا وبعد كده بنسمح بالتعليقات انها تتكلم وتقول اللي عايزاه. فده اهميه الموقع الالكتروني، ان الموقع الالكتروني انا بحط عليه محتوى وما بخليش حد يتدخل فيه. كويس، ان انا المحتوى اللي عندي انا ممكن احطه على فيس او احطه على كذا، لكن انا هنا مش هضطر اتحكم في اللي موجود. انت ممكن تحط بوست مهم وبعدين حد يبتدي يحط بوستات تانية فيتوه الكلام المهم في وسط الحاجات التانية كتير. فالموقع الالكتروني اهميته كده، ان انا بعمل فوكس على الحاجة اللي انا عايزها، انا مركز بس على حاجة معينة وعايز الطالب يخش على حاجات محددة. انا هبعت لكم دلوقتي مثال لموقع كنا احنا بدأنا فيه في الدراسات الاجتماعية، هنتصفحه سريعا، هبعت لكم اللينك بتاعه ونبتدي ان احنا نبص عليه ونشوف. انا دلوقتي لو عايز اعمل موقع الكتروني بنعمل ايه؟ فالنهارده بس احنا الكلام بتاعنا، احنا اتكلمنا هو على المقصود بالموقع الالكتروني ايه؟ اهميته ازاي هو بيتكامل مع ادمودو؟ انا عملنا اعمل لكم شير للشاشه كده. طيب حد يحب يكلمنا في حاجه قبل ما نعمل شير للشاشه؟ ممكن يا فندم تبعت لي الرابط انزله على الصفحه، وعشان الناس اللي ما عندهاش قدره على التفاعل مع الشكل. تمام، وانا برضه هخليه على سطح المكتب بحيث ان يعني انا هخليه يظهر عندي.
طبعا عايزه اقول للساده الحضور ان بارت 2 بالنسبه لمحاضره الاستاذ احمد هي اعلان نتيجه المسابقه الخاصه به بانتاج وسائل تعليميه تفاعليه. ده الموقع يا فندم. ده الموقع، وبرضه انا هظهره للي ما عندهمش الموقع، اللي مش ماشي قادرين يدخلوا على الشات. كويس، اوكي، يا ريت تخلي شويه قبل ما اكتبه علشان الناس تاخد بس وكوبي. بس احنا متفقين ان احنا بيتلي دي ثابته، صح؟ يعني احنا تمام اتفقنا على طول بتعامل مع بيتلي، فبيتلي ثابته. وبعدين دراسات اليكس، طبعا دراسات أليكس مش محتاجة مفهومية في اسكندرية يعني. ايوه. تمام، من غير دوت كوم يا فندم. لا، زي ما هي كده بس. طيب بيتلي دراسات. اوكي تمام دراسات اوكي، انا كتبتها على الشات دلوقتي للناس اللي تتمكن من الدخول على الشات، كمان هرفعها على صفحة الانترنت، على صفحة المنصة. اتفضل يا فندم. ده الموقع بتاعنا. الموقع احنا استخدمنا فيه موقع بتاع جوجل سايتس. جوجل سايتس موقع مجاني، مفيش فيه اعلانات. يعني لو لاحظنا ان الموقع من اوله لاخره مفيش فيه اعلانات، مش هدخلني على اي اعلانات. هلاقي ان الموقع بتاعي ده متاح طول الوقت. يعني انا ممكن اعمله دلوقتي ان شاء الله. يعني انا في مواقع عامله من 2013 مثلا ولسه موجود لغايه دلوقتي. كويس، فالموقع مجاني متاح ليا ان انا اتعامل معاه. الموقع سهل في ان انا استخدمه. لما اجي ادور في الموقع كده، يعني اتصفح بسرعه. طبعا انا عندي الصوره، اي صوره حضرتك عايز تحطها عندي. بعد كده هتحرك في الموقع، فابتدي ان انا مقسمه اقسام. يعني انا حاولت ان انا كانت في البدايه، لان هو عشان اراعي بطء النت عند الناس، فحاولتش ان انا احط فيه صور كتير او فيديوهات كتير. ويا ريت احنا برضه نراعي النقطه دي لما نيجي نصمم مواقع. فاحنا في تقسيمه هنا: الصفوف الدراسيه، استراتيجيات التعلم، قرارات وزاريه، دورات تدريبيه، معلم التكنولوجيا، انضمام فرق العمل، تواصل معنا، وهكذا. هبتدي ان انا ادخل مثلا على الصفوف الدراسيه، فالاقي انها متقسمه 3 مراحل. ادخل مثلا المرحله الاعداديه، الصفوف، هبتدي ان انا ادخل الصف بتاعي. هلاقي ان كل صف، والكلام ده معمول في كل صف من اول ابتدائي لغايه ثانوي. كل ما ادخل انا عندي صفحه رئيسيه ومراحل دراسيه ومرحله اعداديه، فلا عندي منهج المقرر، مصادر التعلم الخاصه بالصف الثاني الاعدادي، بنك الاسئله والاختبارات، الانشطه اللي انا ممكن احطها، الخرائط اللي انا هستخدمها في ثاني اعدادي. الانفوجرافيك التعليمي كان زي ما بقول لكم، ده كان مشروع نفسنا ان احنا نشتغل فيه. التعلم الالكتروني التفاعلي، اللي هي وسائل التعلم اللي احنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت. في بعض المدرسين الجدد مثلا بيبقى لسه في نقطه في المنهج يعني محتاج توضيح ليها، فبنبتدي ان احنا نحط اسئله عن المنهج. ايه المهارات الحياتيه المرتبطه بالمنهج؟ كل الكلام ده انا ممكن ان انا اعمله في الصفحه بتاعتي. عندي مثلا جزء تاني في استراتيجيات التعلم، فانا هاجي في استراتيجيات التعلم، هبتدي ان انا ادخل هنا. فبيقول لي استراتيجيات التعلم المشهوره اهو، الكتاب 101 استراتيجيه اظن شفتوه، والاستراتيجيات بتاع ديسكفري اديوكيشن اللي موجوده على بنك المعرفه. فانا لما اجي ادخل على استراتيجيات التعلم المشهوره، هبتدي ان انا هنا هلاقي ان انا طبعا اي كلام انا بكتبه الكلام اللي احنا عايزين نكتبه. الاستراتيجيه، كل استراتيجيه من الاستراتيجيات اللي احنا عارفينها. عايز استراتيجيه الكرسي الساخن مثلا، هضغط عليها هيبتدي يشرح لي الاستراتيجيه. وكان الفكره ان احنا نعمل مثال لتنفيذ الاستراتيجيه بالفصل، وان بعد كده اقول للمدرس اذا كانت عجبتك الاستراتيجيه دي فصورها وبعت لنا فيديو على الصفحه دي، واحنا هنحطها لك في الموقع. فده موقع من المواقع اللي كنا موجود عليها. عايز ارجع تاني، هبتدي ان انا اشوف الدورات التدريبيه اللي موجوده عندي، العروض التقديميه وهكذا. كل دوره تقديميه من الدورات دي هبتدي ان انا ادخل فيها، فلاقي فيها شغل ازاي اعمل اختبار بالكويز ميكر، ازاي اعمله بجوجل فورم، ازاي اعمله بكذا. وهدخل هبتدي ان انا الاقي فيه البرنامج اللي انا بتكلم عليه، دورة تحميل البرنامج لو احنا هنشتغل بيه. وده الفيديو اللي بيشرح ازاي ان احنا نستخدم البرنامج. الناس اللي مش عايز تشتغل الفيديو، فانا ممكن احط لها صور واشرح لها فيها خطوات خطوة بخطوة.
وهكذا. طيب انا بقول ايه اللي انا استفدته من الموقع ده؟ ان انا من خلال الموقع ده هبتدي ان انا الاقي الشغل بتاعي، هرفعه، مش هسمح لحد ان هو يتدخل فيه لان ده زي مخزن بتاعي انا حاطط فيه الشغل بتاعي. لكن انا في نفس الوقت بقول له خلاص لو انت عايز تتدخل انا عامل لك لينك ممكن ان انت تبعت وتتواصل معنا من هنا، واروح مدخله على التواصل واقول له تعالى في التواصل ابعت لنا اسئلتك عن طريق كذا او كذا، عايز تنضم لفرق العمل عندنا ممكن ان انت تدخل وتعمل لنا استمارة الانضمام لفرق العمل، اسمك ووظيفتك ومدرستك وتخصصك وتحب تشتغل في ايه، كل الكلام ده. طبعا ده بيتعمل بجوجل فورم اللي هي النماذج بتاعة جوجل، وبربطها بالموقع بتاعي. ميزة الموقع اللي معمول بجوجل سايتس عن طريق جوجل ان انا بستفيد بكل خدمات جوجل، فانا الاقي نفسي انا بستخدم يوتيوب، ممكن استخدم الوورد بتاعه، ممكن استخدم الفورمز بتاعته، استخدم الشارتس اللي هي الاشكال البيانيه والحاجات اللي موجوده عندي. فانا هنا الكلام ده كله بقول له خلاص انت محتاج تعمل ايه، الفريق العمل عايز تشتغل الفريق ده ليه، وابعت. فانا هو ممكن يتواصل معايا بس وانا متحكم فيه، انا اللي متحكم في الموقع، انا اديته فرصه ان هو يتواصل معايا. انا مش عايز كده، لا ده احنا هنبتدي ان احنا نشتغل في شغلنا العادي، ومش هسمح لحد ان هو يتدخل ويبتدي ان هو يشتت الطالب ويدخله في حاجات تانية. فده الفكره في الموقع، يعني انا ممكن اسيبكم دقيقه 200 تتصفحوا تبصوا عليه بسرعه يعني لو حد عنده اسئله خلال الفتره دي. اتفضل يا سؤال. ايوه يا فندم، بالنسبه للموقع ده هل ممكن ان انا اعمله ابجريد ولا هو فور فري على طول؟ هو غالبا هو فور فري على طول، كويس. يعني هو من ضمن خدمات، يعني احنا بنقول جوجل بيقدم لي ايه؟ بيقدم لي مساحه على الانترنت زي جوجل درايف مقدم لي 20 جيجا، بيقدم لي ان انا اعمل فيه كذا، ممكن اعمل كذا موقع، فانا ممكن ان انا متاح اعدله. يعني انا بقول لحضرتك انا عندي موقع من 2013 وما زال عندي امكانيه ان انا اعدل فيه واضيف فيه. جميل. كمان الموقع جوجل سايت كمان قدم خدمة جديدة، ان هو بقى فيه جوجل سايت النيو، واجهاته حتى اكثر حداثة. احنا اللي احنا هنتعامل عليه النهارده ده اللي هو نيو جوجل سايت. احنا عندنا جميل. يعني انتوا برضه لما تيجوا تدخلوا ان شاء الله هيسالك هيقول لي انا عايز الكلاسيك ولا عايز نيو جوجل سايت. طبعا الكلاسيك اصعب شويه اللي هو بيستخدم لغه ال HTML. لغه ال HTML يعني قليل اللي بيبتدي ان هو يتابعها، لكن النيو جوجل سايتس ده يعني في مواقع زي ويكس اظن الحاجات دي اللي هو بيقول لك وات يو سي از وات يو جيت، اللي انت شايفه قدام عينك هو ده اللي هيظهر للناس، فانت مش محتاج جميل. تقعد تكتب اكواد ولا تقعد تعمل كذا ولا تعمل كذا، لا هو اللي ظاهر قدامك هو ده الشغل اللي هيظهر قدام الطلبه او يظهر قدام الجمهور بتاعك. مش شرط بقى طلبه، يعني احنا بنقول ان المحاضره دي تدي اللي عايز يعمل نشاطه التجاري، اللي عايز يعمل اعماله الفنيه، اللي عايز يعرض اي حاجه هو ممكن يستخدمها في جوجل سايت. ده حقيقي. انا كمان يعني احنا كده اتفقنا مع الساده المتدربين ان احنا هندخل على جوجل، الهنيو جوجل سايت، مش هندخل على كلاسيك، لان كلاسيك هيطلب مننا صيغه هتتعب نفسنا على الفاضي. تمام، ادي اول نقطه احنا اتفقنا عليها. طيب تاني نقطه، لازم يكون عندنا اكاونت، صح كده؟ حساب جوجل، احنا هنمشي خطوه بخطوه كده ان احنا هنبتدي ان احنا نشوف. تمام، جو اون. اتفضل يا فندم. اوكي طيب، هو احنا قلنا الجزء الاخير هنتكلم فيه على المسابقه اللي كنا عاملينها، فانا يعني اسمحوا لي اسبقها شويه. تمام يا فندم، اتفضل. يعني احنا وصلنا شغل من زميلات وشغل ما شاء الله يعني ممتاز. هنتكلم عن المسابقة الأول يا فندم؟ لا مش هتكلم عن المسابقه، انا هاخد بس حاجه بسرعه كده أوكي تمام، اتفضل يا فندم. كويس. ف يعني في شغل زميله انا خدته وعملته موقع، كويس. فلما هبص كده انا هعمل لكم فيديو عشان يبقى بسرعه يعني. يعني في زميلة بعتت لنا اللينك بتاع الشغل بتاعها اللي هي اللي عملته اختبارات تفاعلية بقى اوتوكريت انجيج، فهي عملت شرح وعملت اختبار الكتروني، فانا قلت انا هخلي الطالب يدخل يعني بالنيابة عنها كأنها هي عملت موقع فعلا وجابت الشغل بتاعها، ففي صفحة واحدة عرضت الشغل بتاعها وبدأت انها تعمله. فانا بدخل على الاكونت بتاع جوجل بتاعي، بدخل على بختار في الثلاث نقط دي، بختار درايف
يعني انا مصر على الخطوات شويه، هي عشان اوريك بس الموضوع سهل وبعد كده احنا هنعمله واحده واحده معانا. يعني بدوس له نيو بعدين مور وبعدين نقول له جوجل سايت، فعلى طول هو جاب لي الموقع. كتبت طبعا ده فيديو فانا مصورها، هي الميز كانت عاملاها على الانجليش فكتبت لها الكلام. رحت بقى عملت ايه، انا خدت اللينك بتاع الشغل بتاعها اللي هي بعتته وخدته كوبي ورحتها في الموقع اللي انا بصممه وقلت له دخلني اللينك ده. فلما دخل اللينك ظهر لي هنا الشغل اللي هي عاملاه على جيت هاب، وراح جاي دمجه هنا فبقى موجود عندي في الصفحة. هي أول خطوة إنها هتحط الجزء بتاع الشرح كويس، فصفحة الإنجليش بتاعتها ده الموقع بتاعها هيبقى أول حاجة فيه الكلام ده. الميس حطت ملف PDF من جوجل درايف، فأنا رحت واخد برضه اللينك بتاعه ورحت جاي حطيته بعد الشرح بعد العمل التفاعلي اللي عملته بعد الكليت انجيج كويس. الميس برضه عملت اختبار الكتروني، فرحت جاي داخل الموقع برضه وحطيت الاختبار الالكتروني. طبعا بنكبره ونصغره عشان يبقى حجم الشاشه بتاعتي دي المعاينه عشان اشوف الموقع يبقى فيه ايه، وظهر فيه ده وده وده. وده ان احنا الطالب ممكن من خلال الصفحه بتاعت جوجل سايتس يحل الاختبار. هو هنا ممكن يعرض للموبايل او يوريك شكله هيبقى عامل ازاي في التابلت او شكله هيبقى عامل ازاي للموبايل. فانا ممكن من ثالث اختيار دي هنشوف نعمل. الميس حطت فيديو، فانا برضه رحت جبت الفيديو ورحت رايح لنفس الصفحه قلت له ضيف لي ملف اليوتيوب، وخدت اللينك بتاع الفيديو اللي هي جايباه وضيفته للصفحه بتاعتها. طيب هي كاتبه ان الفيديو ده ورم اب، فانا رحت كاتب لها نفس التايتل اللي هي عاملاه قبل الفيديو عشان الطالب يبقى عارف برضه ان الفيديو ده كذا. كل ده بقى التظبيط ده هنشوفه كده واحنا. طيب الميس عملت حاجه جميله بقى كمان في النهايه، انها عملت للطالب زي بروجكت كده ان هو يحط اسئله. فالطالب دلوقتي حطيت له اسئله، الطالب هيجاوبها فين؟ فانا من خلال الموقع برضه رحت رايح عملت جوجل فورم، عملت فورم تبع جوجل وكتبت فيه الاسئله دي وعملت خانات عشان الطالب يحط الاجابه بتاعته. فهنروح برضه طالعين على نيو، بعدين بدل ما اختار سايت اختار فور، خدت الاسئله اللي هي عاملاها هنا وبدات ان انا اسمي الفورم بالاسم اللي هي مسميها. هي المهمه اللي هي طالباها منه ان هو يكلمنا عن الاله الموسيقيه المفضله عنه. طلبت منه الاول انه يحط اسمه وبعد كده يبتدي ان هو يجاوب على الاسئله المطلوبه. طبعا الاسم هيبقى ده اختياري اجباري فيبقى required زي ما احنا شايفين. بعد كده ابتدي اضيف اسئله تانيه. طيب لاحظوا انا عملت ايه، انا لقيت نفسي عمال اتنقل ما بين الكلام وما بين ده، واروح جايب الكلام حاطه هنا عشان اشتغل بيه وبعد كده همسحه في الاخر عشان اريح نفسي. طيب الميس هنا طلبت من الاولاد ان هم يرسموا صوره لالتهم الموسيقيه المفضله. طب هو لما يرسمها الصوره دي لما يرسمها انا هتوصلني ازاي؟ كويس، هو الطالب ممكن يبعتها لي في ادمود واقول له بعتها لي اعمل لي. يعني احنا ادمودو في ميزه دي ان انا اعملها اساينمنت وابتدي ان انا اقول له ابعت لي صور كذا زي ما الطلب عرفت الابحاث بتاعتها. لكن انا هنا برضه ممكن من خلال جوجل سايتس ان انا اعمل فورم واقول له صورها بالموبايل وبعتها لي من خلال الرابط ده. فانا طلبت منه ان هو يرفع لي ملف وحددت ان الملف اللي هيتبعت هيكون ايمج صوره عشان الطالب بعد كده يبتدي يرفعها. الميس طلبت منهم ان انت لو عندك آلة موسيقية صور نفسك وانت بتعملها وبعت لنا فيديو. فبرضه انا قلت له اعمل الفيديو وبعت لنا اللينك بتاعه بعد ما تبعته على اليوتيوب. ثم يكتب زي باراجراف صغير عن الآلة اللي هو بيفضلها. خلاص أنا خلصت أشيل الكلام ده وهسمي الفورم بتاعي بالاسم ده
بديل اصعب اوت من خطة النستم. خلاص هو كده سايب الشغل بتاعي، هقول له سند، هاخد منه اللينك، واللينك هو راجع تاني للموقع بتاعي. لما ادخل في الموقع بتاعي اهو ظهر عندي التلمي، ارجع لكم تاني. هو ده طبعا كله في الشغل ده في حساب جوجل بتاعي. انا بعد ما خلصت راح جاي قلت له انا عايز فورم من الحساب بتاعي، فظهر عندي كلمة tell us about your favorite اللي انا عاملها دي، فانا بختارها وبيظهر لي برضه نفس الايه؟ نفس الصفحة. طيب هنا في الاخر خالص بيقول لي بس حط لي زوار، بس الزوار ده شغلته ايه؟ ان هو انا هرفع ملف، فهو من حماية للطالب بيقول له خلي بالك الملف اللي انت هترفعه هترفعه للاكونت بتاع احمد صلاح على الجيميل، عشان الشخص اللي هيرفع الملف يبقى عارف ان الملف بتاع ده رايح فين. لو انا مش طالب منه ان هو يرفع ملف هتلاقي ان الصفحه باينه عادي ومفيش فيها مشكله. لو انا حطيت واحده يعني زي دي بتاعت بنك الافكار دي، مش هيحتاج ان هو يقول له دوس على زر يقول له كذا، لا هيتين ان هو يجاوب مباشره. كويس الشغل ده موجود على الصفحه دي، يعني ده موقع اتعمل بسرعه عشان نوريكم بس المثال. انا برضه هحط لكم في الشات اهو، هو ايه برضه بيتلي سلاش تو تيست فور يو، احنا عشان نعمل اختبار لكم، فانا برضه هبعته لكم على الشات تبصوا عليها. مش انا عامل اللينك كبير فانتوا ممكن الناس اللي هيبقى بعضه بيتلي تو تيست فور يو، هيك تدخلوا على الصفحة وتشوفها. لو على حد عنده سؤال او حاجه. ايوه يا فندم، انا اللي عندي سؤال. تمام حضرتك، بالنسبه يعني بس عشان نذكر الناس الجديده القديمه ونفكر يعني ونقول للناس الجديده، انا عايزه اعرف شكل الرابط من غير بيتلي او ايه فايده بيتلي. تمام هو بيتلي بيختص الروابط. كويس. طبعا عايزين نعرف شكله ليه، وليه احنا بنستخدم بيتلي عشان الرابط بيبقى كبير وممكن يعني ممكن يتقطع كده، عايزين نوضحها النقطة دي. تمام تمام. هي المشكلة احنا عندنا المواقع المجانية بيبتدي ان هو يتعامل باسمه، لما بيكتب اسمه زي ويكس والحاجات دي بتلاقي اللينك طويل قوي. يعني احنا لو كتبنا على جوجل بنكتب جوجل دوت كوم وخلاص، انما المواقع المجانية لما بيجي يتعامل هو بيبتدي ان هو يعمل دعاية لنفسه، فبيحط اسمه في الموقع. فاحنا عشان كده الروابط اللي زي كده بنروح جايين نحاول ان احنا نختصرها بحيث ان ما يبانش قوي لينك طويل فالطلبه تتعب وهي بتكتبه، لان احنا بنقول دلوقتي انت هنضطر ان احنا نتعامل مع الطلبه يومين في المدرسه او ثلاثه حسب كلام ايوه الوزير ان شاء الله، وبقيه الايام هيكون في البيت. طب هو دلوقتي لما يبقى في البيت هنعمل ازاي؟ كويس. يعني انا مش هحتب له على السبوره، او يعني انا هقول ايه ان هو هيدخل ادمودو، طب هو ما عرفش يدخل ادمودو يعني هنعمل ايه؟ فنبتدي ان احنا نعمل له لينك صغير. ايه فاللينك صغير دي فايدته من بيتلي بالحاجات دي. تمام يا فندم. وكمان اللي بلاحظ، ما اعرفش كنت حابب توقفيني ولا لا، ان الرابط الكبير لما بيتحط على بوست على الفيس بيتقطع، يعني بيظهر نصه، فممكن حد لو ضغط عليه يظهر ان هو النوت بيج فاوند، يعني يظهر على انه الرابط غير صالح. ف
صحيح. فكل ما يصغر حجم الرابط اللي هو يبقى صحيح ويعني وسهل الدخول عليه، لكن الرابط الكبير بيتقطع ومش بيكمل على البوست، وممكن يدي رسالة ان هو رابط خطأ او غير موجود. طيب انا محتاج اسمع شوية تعليقات بس اوكي عن اللينك لو طيب دخلته. اوكي تمام. حد من السادة الزملاء اللي عنده سؤال؟ طبعا احنا طبعا انا بفتح المجال لزميلي العزيز استاذ محمد الفهراني اللي لسه مرحبناش بيه، هنرحب بيه في نهاية التدريب. يا ريت يفتح المايك ويدينا تعليق او عشان نرحب. بتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا دكتور علاء؟ ازيك يا استاذ احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله على السلامة. تحياتي لكم بقى من ارض الوطن، من مصر، من البيت. ايوه ربنا يبارك. هو بسم الله ما شاء الله، يعني هو جوجل سايت هو كان له في زمان امكانياته محدوده جدا. انا اشتغلت عليه يمكن 2010، قبل يمكن 2007 حتى كمان، كان امكانياته كان بيدي يعني محدوديه قليله جدا في الحجم، التحميل في الفيديوهات او مثلا في اي حاجات احنا او الصور او كده. ما اعرفش ده بقى متاح دلوقتي حاليا ولا لا، ده سؤال يعني. ايوه، هو الميزه ان هو دمج جوجل درايف معاك، فهو انت ممكن من جوجل درايف انت ملفاتك اللي في جوجل درايف تبتدي ان انت تنقلها هنا بسهوله، خد بالك، لان هو بيتعامل على ان هو حاجه واحده كل الحاجات. كويس. حاجه تانيه ان هو بدا يسمح ان انت تعمل امبيد من مواقع تانيه. فانا زي ما تمام. بنقول شفت اللينك ده جاي من جيت هاب، راح جاي هو قبله على طول وراح مدخله فيه، فهو مش خسران حاجه، هو مجرد بس فتح نافذه جواه ان هو يقعد المحتوى بتاع الجيت هاب، انما هو ما تمام. خدش مساحه من عنده. هو فعلا حاجه ميزه حلوه والله، جميله. انا يمكن انا اول مره اعرفها بصراحه. يعني انا كنت عامل سايت خاص بمدارس، مدرسه الصم والبوق، وكنت عارض فيها الشغل بتاعهم. ما شاء الله كان شغل جميل ومجهود رائع، من اللي هي الحاجات اللي هي التطريز والاشغال اليدويه، ما شاء الله كان جميل جدا. بس كانت المشكله عندي ان انا ازاي اقدر احمل كم الصور والفيديوهات دي، اللي كانت العائق بالنسبه لي. دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني دي كده حاجه جديده، انا بقالي فتره فعلا ما اشتغلتش عليه. لا وشكرا لحضرتك، وربنا يا رب يجازيك كل خير يا استاذ احمد والله. يعني طيب، حد من الساده الزملاء عنده سؤال؟ يتفضل. استاذ امان الشهاوي دايما بتبقى عندها اسئله معينه كده نسمعها قبل الاستاذ احمد ما يكمل. اتفضلي يا استاذ اماني. شكرا يا استاذه علا، بس هو انا كنت عايزه اسال بدايه الشغل تبقى ازاي، يعني من البدايه خالص. ما واحده واحده، انا بس دي عملها تشويق عشان اوريكم ان الموضوع سهل لا يعني. تمام والله ما شاء الله، هي شغل رائع وحقيقي يعني مغري جدا، الواحد عايز يعرف. فبجد يعني ما شاء الله عليك، جزاك الله كل خير يا أستاذنا. فاحنا في انتظار إن شاء الله المزيد بإذن الله. بإذن الله، شكرا. طيب احنا كده متفقين ان في ان الناس كلها متشوقة وعايزة تسمع. استاذ، استاذ علاء، طب استاذ علاء معلش لو استاذ اتفضل. علاء استاذ اللي احمد اخر لو لازم عايز تسمعه بيتفضل. يعني. استاذ علاء سلام، اهلا وسهلا، ضيف جديد على المنصة، يفتح المايك ويتفضل. السلام عليكم، يا رب تكونوا سامعيني كده تمام. تمام يا فندم، اتفضل. استاذ احمد صلاح، ازي حضرتك واساتذتي كلهم، يعني ازيكم، اخباركم ايه؟ اولا هو انا طالب، يعني ممكن تعتبروني طالب وليس استاذ يعني زيكم يعني، ولكن حابب بس اقول تعليق صغير. يعني هو هيتضاف التعليق دوت في جانب التشويق لاستاذ احمد صلاح بداه، يعني جانب التشويق ان يعني ممكن حد مثلا يقول يعني ليه الويب سايت يكون مفيد، او انا ليه بتعلم ازاي اعمل ويب سايت او كده. فهو بصراحه انا يعني من حوالي كام بقى استاذ احمد، 17 سنه كده ولا حاجه، بلاش بلاش. كنت طالب عند استاذ احمد صلاح، وهو بصراحه يعني عمل نفس اللي هو بيعمله دلوقتي حرفيا. هو قال لنا ما تيجوا اعلمكم ازاي تعملوا ويب سايت، ف يعني لكم ان تتخيلوا ان انا يعني استجبت وحاولت اقعد معاه مره في اتنين في تلاته لغايه لما الموضوع عجبني، وبقى ده شغلي حاليا. يعني انا دلوقتي حاليا بعمل مواقع وببيعها وبكسب، وده يعني شغلي الحالي، يعني ده اكل عيشي يعني زي ما بيقولوا، رغم ان انا درست صيدله واتخرجت من الصيدله، ولكن هو ده شغلي الحالي يعني.
فانا انا شخصيا مش بحب المدح يعني، يعني انا مش جاي دلوقتي او يعني انا داخل كده مني لنفسي لقيت البوست على الفيسبوك ولقيت استاذ احمد حاط اللينك فانا اتحمست وقلت ادخل. بصراحه مش داخل علشان اقول استاذ احمد صلاح وربنا يكرمك وربنا يبارك فيك كده، لان انا مهما قلت بصراحه انا مش هوفي حقه. انا يعني انا فعلا مش بحب فعلا يعني احنا عايزين نحمسهم فعلا صحيح صحيح انا داخل انا داخل فعلا عشان كده يعني ناخد من وقتكم 5 دقايق بس يعني، ولكن يعني فعلا ده ما كانش يعني هدفي، ورغم ان هو فعلا جزا الله خيرا يعني ربنا يبارك فيه يا رب، انا مش هقدر اوفي يعني حقه. ولكن فعلا انك تتعلم تكنولوجيا جديده حتى لو كان ده بره مجال عملك وتحاول توظفها في مجال العمل بتاعك دي حاجه يعني ممتازه جدا، حتى وان لم يعني فائدتها على المدى القريب مش باينه لحضرتك، لا هي ممكن على المدى البعيد تبقى يعني ذات فايده وقيمه كبيره جدا لحضرتك، خصوصا مجال الانترنت دوت يعني مجال مفتوح ما تقدرش تجيب اخره. فانت حرفيا انا شفت استاذ احمد صلاح دلوقتي كان بيوريكم ازاي تحطوا حاجات جوه الويب سايت بتاع جوجل سايت كده، ده يعني انت اطلق لخيالك العنان، انت تقدر تعمل اللي انت عايزه توظفه في شغلك كمدرس او كمعلم، يعني فعليا يعني هيفتح قدامكم مجال الابداع تقدروا تعملوا بيه حاجات يعني لا حصر لها. ويعني انا هكون شاكر طبعا ليكم جدا لو يعني انتم ما شاء الله يعني انا بصراحه انا منبهر، انا قلت هدخل الاقي 3-4 مدرسين هم اللي يعني يعني ليهم في الموضوع او هيبقوا انترستد ان هم يشوفوا الموضوع، ولكن يعني ما شاء الله انا بصراحه يعني انبهرت يعني، فربنا يبارك فيكم والله، ودايما كده يعني عندكم سعي للافضل وعندكم سعي للتعلم وعندكم يعني دايما حس الابداع، وما شاء الله انا شفت الشغل اللي استاذ احمد صلاح عمل له شير من شويه، يعني ما شاء الله عليكم يعني حاجه رائعه، وبس انا داخل احمسكم واقول لكم انتوا على الطريق الصح واللي انتوا بتعملوه ده حاجه حلوه جدا، وانا لو كنت طالب فانا يعني مستعد اشيلكم فوق راسي والله ويعني وما زلت يعني انا بقدر جدا المعلمين، وانا شايف ان التدريس ده يعني اكتر مهنه يعني متعبه في الوجود، ولكن ان شاء الله هتلاقوها يعني مثمره. لما يعني انا شخصيا لو انا مكان استاذ احمد صلاح وجيت شفت طالب زي مثلا ما شاء الله اخذ الموضوع دوت كمجال عمل او كده وبقى يعني فاتح بيه بيت ويعني عندي اسره ما شاء الله وهو ده شغلي، فانا يعني لو مكانه هبقى يعني سعيد جدا وفخور، ومش هستخسر ابدا ان انا اصرف من وقتي نص ساعه ثانيه او ساعه ثانيه اعلم الناس ازاي يعملوا ويب سايت ازاي يعملوا كذا، لان زي ما انت شفت اهو هو ما كانش في دماغه ان ده هيبقى شغل الطالب او ده هيبقى مجال عمله وكده، ولكن ده اللي حصل يعني توفيق ربنا وده اللي حصل يعني. فانتم كمان لو حطيتم نيه كويسه ويعني انتم ما شاء الله يعني ما تخيروش اكيد عن استاذ احمد يعني، فبرضه يعني دي هتبقى ايه مهنه التدريس قد ما هي متعبه قد ما انا شايفها ريوردنج يعني مثمره وليها بتظهر يعني اسمارها بس على المدى البعيد، ولو ما وجدتوش ده في الدنيا فهتلاقوه في الاخره ان شاء الله ربنا يجزيكم خير يعني. مش هعطلكم اكتر من كده بس لو حد عنده سؤال يقول يعني. ايوه انا بعد اذنك يا استاذ احمد ممكن اخد بس طرف الخيط من الاستاذ علاء، هتكلم في نقطتين بس لا هوجههم للاستاذ علاء. عاوز اقول لحضرتك ان حضرتك بتقول لك تلميذ استاذ احمد وان انت داخل بتتكلم عن استاذ احمد، انا عاوز اقول لحضرتك ان اول محاضره للاستاذ احمد اتكلم عن تلميذه النجيب استاذ علاء اللي هو ساعات بيتواصل معاه وبيسأله عن حاجات تكنولوجيه. يا جماعه جيت طب ده اللي حضرتك انت حاضر معانا من اول محاضره للاستاذ احمد، حقيقي هذا الاستاذ وهذا التلميذ يعني بسم الله ما شاء الله، عاوزين كده الساده المعلمين يكون لهم تلامذه فخر لهم وسند لهم في الدنيا وزرع وحصاد لهم في الاخره ان شاء الله. فحضرتك بالفعل ذكر اسمك مع استاذ احمد في اول محاضره له، كنا تقريبا يا استاذ احمد امتى يجي من شهر كده تمام. استاذ احمد النهارده في المحاضره الرابعه معانا على منصه دمياط يعني ان شاء الله. علاء هو ربنا يجازيه خير هو اللي عرفني على جيت هاب، وانا كل ما اتزرق حاليا ربنا يبارك له يعني علاء ربنا يحفظه يعني بدا يهتم بالموضوع فعلا، فلما اهتم فبقى تقنيا ما شاء الله ربنا يكرمه ويبارك له كده متقدم في الموضوع. فانا كل ما اتزنق في حاجه بروح رايح لعلاء اقول له علاء معلش انا عايز اعمل كذا كذا كذا، فيدعبس كده شويه وبعدين يقول لي ايوه لقيت لك الحل اهو. ايوه دي النقطة فدي النقطة الأولى أنا عايز أقول لحضرتك إن حضرتك ذكر اسمك يعني اللي هو بجد يعني الأستاذ كمان يتذكر تلميذه والتلميذ يتذكر أستاذه،
قدوة حسنة والله يعني ربنا يبارك فيكم كلكم. انا فعلا يعني مهما عملت مش هقدر اوفيه حقه، ويعني انتم كمان يعني اكيد على نفس الطريق، ففعلا يعني انتم يعني فوق راسنا كلكم يعني، ربنا يبارك فيكم. النقطة الثانية بقى، احنا عايزين مش استاذ احمد بس اللي اتزنق فيه ويلاقيه، لا احنا عايزين برضه منصة دمياط بتدعوك لمشاركة جميلة عندنا تختارها حضرتك بنفسك، حاجة تناسب التربية والتعليم تقدمها لينا الأسبوع القادم إن شاء الله. والله ليه لأ، يعني أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا ممكن أشوف مع أنا بقى تعالى أقول بقى، أنا حاولت على فكرة في المدرسة أخده إن هو يعني يحضر ويعمل. لا 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 خلاص، احنا دلوقتي على الهواء هناخد على الهواء دلوقتي إن شاء الله الأسبوع القادم، تتفق مع أستاذ أحمد تقدم لنا محاضرة الأسبوع القادم حاجة تناسب التربية والتعليم. احنا بدأنا أسبوعنا كفايات المعلم العصري، أدوات رقمية يستخدمها المعلم في العام الدراسي الجديد. النهاردة المحاضرة الثانية للأستاذ أحمد بيتكلم عن هذه الأدوات، عايزين بقى حضرتك الأسبوع القادم تقدم لنا أداة رقمية يستخدمها المعلم في تحدي العام الدراسي الجديد. ما فيش أي مشكلة، أنا تحت أمركم والله. أنا يعني هسيبكم مع أستاذ أحمد تكملوا السيشن الجميلة دي، وممكن بعد ما تخلص أخد منه فيدباك كده أعرف إيه مثلا لو في مشاكل أو في أسئلة أو أي حاجة واجهتكم، او يعني كانت السيشن ماشيه ازاي، واشوف اشوف اشوف ده ازاي بالظبط بالظبط، او اداره هعرف منه تفاصيل ان شاء الله، او يعني الموضوع ماشي ازاي، او ايه لقيته حلو، او ايه لقيته كويس، او ايه لقيته عايزين تسمعوا عنه اكتر، وان شاء الله اجهز لكم محتوى كويس وابلغ بيه استاذ احمد ان شاء الله. وحضرتك اللي هتأدي بنفسك. حاضر ان شاء الله. وما تقلقش، قرص المشبك هيكون موجود عند حضرتك. ربنا يبارك فيكم، ربنا يعزكم يا رب. ماشي، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك، ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. استاذ وسام استاذ وسام محمد اتفضل. استاذ وسام اهلا وسهلا. هو كان في حضرتك عشان الروابط في موقع اسمه قص واختصار الروابط، بس حضرتك بتعمل كوبي من الرابط بتحط عليه بيختصره بيخليه باسلوب صغير، يعني حتى على التيمز احنا بنستخدمه لما بنرسل للطلاب الروابط الحصص بنحط على نفس الموقع، حتى لو كتبناه بالعربي وبيكون مختصر يعني. انا حطيته على الشات حتى يسهل على المعلمين الاختصار الروابط يعني طول الرابط، بس حبيت افيد بيه يعني. تمام، شكرا لله عليك. وفي يا فندم كمان التايني اليوريال ده برضه انا بستخدمه، بس استاذ احمد لو حضرتك كنت متابع معانا المحاضره السابقه استخدم بيتلي لسبب، لان بيتلي بيديك اوبشن مش موجود في بقيه المواقع، ان هو كل ان هو بيديك اوبشن ان اللي بيضغط عليه بيديله اللي هو عدد الناس اللي ضغطت عليه، يعني حضرتك بتشوفي كم واحد ضغط على الرابط ده ودخل على الرابط بتاعك. تمام. ده اوبشن اللي ان وحته ان انا تعديل الحروف عشان اعمل الصيغه اللي انا عايزها. تمام. يعني دي برضه حضرتك جربي بيتلي في الموضوع ده، يعني انا هنا عامله وكنت عامل ايه موقع عن الدراسات في اسكندريه، فانا اللي مسميه دراسات اليكس، انما المواقع التايني والحاجات دي ما بيدينيش امكانيه ان انا اعمل تعديل للحروف دي. تمام، فدي ميزه في بيتلي ان شاء الله. عرفت قبل كده من فتره يعني الموقع. صح. فهو حضرتك كنا بنتعلم مع حضرتك عمل اللي هي الموقع اللي هو بدون نت دوت، حضرتك كنت عرضت عموما حضرتك ممكن تبقى تحط لنا تاني الرابط، لانه طبعا اكيد يعني انا جربته بس بعدين ضاع منه. الفيديو الاول في نهايه يعني اخر مقطع في الفيديو الاول في اللقاء الاول. تمام شكرا. شكرا لك. عافيه، اتفضل يا استاذ. طيب هنرجع للمشكله الاولانيه، احنا لما نحب نعمل موقع ينفع نعمله من الموبايل؟ لا برضه. كويس، فاحنا مضطرين ان احنا، لان انا لو جيت انا دلوقتي الموقع ده انا بعتمد على جوجل درايف، وده شكل جوجل درايف من الموبايل، فلما باجي في جوجل درايف من الموبايل بصوا الاوبشنز اللي عندي، ان انا ممكن اعمل دوكمنت شيت سلايدز، انما ما عنديش ان انا اعمل موقع. كويس، لو انا مضطر وهعمل موقع من الموبايل هعمل ايه؟ اتمنى يكون ظاهر قدامكم كده. انا بدخل من الموبايل وهكتب جوجل درايف، هيعمل لي البحث بتاعي. يعني انا هعمل في السيرش كده اكتب درايف جوجل،
انا كده شغال موبايل عشان اخش احاول اعمل موقع، هبتدي ان انا ادور عندي نتائج مختلفه. طبعا انا مش هدخل على اي حاجه، انا هدخل على كلمه ماي درايف عشان يعني ما يدخلنيش على الابلكيشن. يعني انا عندي حاجات كتير خالص، لكن انا هختار ايه اللي هي فري كلاود ستورج دي، وفي كلمه ماي درايف هنا، فهي دي اللي هتدخلني بالطريقه اللي تمكنني ان انا اعمل موبايل. حتى هو لما بيجي، لان جوجل درايف موجود على موبايلاتنا ابلكيشن، فاحنا مش عايزين الابلكيشن، احنا عايزين الموقع نفسه من جوجل كروم. هو حتى لما ضغطت عليه قال لي انت عايز تدخل جوجل كروم ولا عايز تخش على الابلكيشن بتاع درايف، فانا اقول له لا دخلني من جوجل كروم. انا بوريك الاوبشن، بس انا بقول لكم هو يعني ان انا اعمل سايت من الموبايل صعب شويه، لكن انا برضه يعني هوريكم ازاي بنعملها. فانا بدخل هنا جوجل درايف، وبروح جاي دايس على الثلاث نقط اللي في جوجل كروم، الثلاث نقط دول، واختار له كلمه ديسكتوب سايت، فاختار دي عشان يحوله لي كاني شغال من الكمبيوتر. فكده جابوا لي كاني شغال من الكمبيوتر فعلا. فابتدي ان انا اكبر الشاشه عشان الكلام يبتدي يظهر شويه، اختار نيو، بعد كده اختار مور، بعد مور هلاقي عندي جوجل سايت. برضه لما ادخل جوجل سايت راح هو مباشره دخلني عليه كانه موبايل، فانا برضه هضطر ادوس على الثلاث نقط تاني واقول له خليه ديسكتوب سايت. هنا هيبتدي يظهر لي كانه شغال على الكمبيوتر. يعني بصوا بدا يظهر هنا القائمه اللي في اليمين دي، اللي انا من خلالها ممكن ان انا اعمل بيها الصفحات او اضيف اليوتيوب او اضيف الصور او اضيف الكلام ده. فدي ممكن، بس هيبقى صعب جدا في التعامل معي. يعني الافضل ان شاء الله ان احنا نحاول نشتغل من الكمبيوتر. لو انا مضطر خلاص اعمله، احاول امسك الموبايل بالعرض يعني، لو حد يحب يجربه من الموبايل يعني. انما احنا دلوقتي طبعا هنعتمد على ان احنا نشتغل عليه من الكمبيوتر. يبقى اول نقطه يا فندم ان احنا في امكانيه لعمل سايت من خلال الموبايل، بس يعني بس محدود، يعني هيبقى عنده صبر يعني، اللي هيقعد يعني يصبر شويه يعني. كويس تمام، يبقى الافضل لابتوب. طبعا ماشي اتفضل. طيب انا داخل من اللابتوب بتاعي، المفروض ان انا بدخل على جوجل وبكتب جوجل درايف، او لو انا عندي داخل بالاكونت بتاع الجيميل، المفروض ان انا اكونت جيميل ظاهر عندي، او بيبقى ظاهر في الدايره هنا ان انا فاتح الاكونت بتاعي، فبدوس على الثلاث نقط مباشره وادوس على درايف. كويس، لو انا مش موجود عندي فبروح جاي كاتب درايف، واروح جاي كاتب يبتدي يظهر لي واعمل ساين ان بالاكونت بتاع الجيميل بتاعي. لما بدخل عليه بيدخل لي الموقع، بيجيب لي الدرايف بتاعي، بيقول لي الحاجات اللي موجوده عندي. طبعا الجوجل درايف، يعني انا عايز اقول لكم يعني يمكن افضل ناس بشوفهم يستخدموا جوجل درايف في التعليم المدرسات في السعوديه ودول الخليج، بيعملوا بيه شغل رائع يعني. يعني بيجمعوا كل شغلهم فيه، وبيبتدوا يعملوا ملفات بي دي اف بلينكات وشغل ممتاز يعني. يمكن في مره ان شاء الله نوريكم الشغل اللي هم بيعملوا بيه. فجوجل درايف فيه امكانيات ممتازه جدا. احنا دلوقتي هنركز بس ازاي ان احنا نعمل موقع هنا. فانا فاتح الجوجل درايف، هلاقي هنا نيو، هدوس على نيو، بيقول لي انا عايز حاجه جديده. فانا عندي ممكن اعمل فولدر جديد، ملف، كتابه، اي حاجه. لا انا هاجي هنا على مور، فور مور، هلاقي فيه جوجل سايتس. كويس، يبقى انا بدوس نيو، بعدين ادوس على مور، وفي مور هلاقي جوجل سايتس. كويس، لما دوست كده ظهر لي في الشاشه الصفحه بتاعتي، يا صفحه لسه فاضيه ما فيهاش حاجه، وبيقول لي حط العنوان بتاعك هنا. وفي الجنب هنا القايمه الجنب اليمين او ظهر، استنى اكبر لكم، يبتدي هنا في الجنب اليمين يظهر لي هنا ان انا لو عايز اضيف صفحات، لو عايز اضيف شكل، لو عايز اضيف تكست بوكس كتابه او صور او حاجه من الدرايف بتاعي او امبيد اللي هي عندي دي، اللي هي ان انا اضيف من موقع تاني، وشكل الموقع بتاعي عامل ازاي، ان انا احط يوتيوب، احط خريطة، احط ملف كتابة، احط اكسل، اي حاجة انا عايز اضيفها
هبتدي ان انا اضيفها من الجنب ده. فده شكل الموقع. لكن قبل ما نتكلم على شكل الموقع احنا عايزين نعمل زي يعني ايه اللي بيخرجوا فيلم. فانا لما اجي اخرج فيلم انا عايز يكون عندي سيناريو وحوار. انا قبل ما اشتغل في الموقع لازم يكون عندي صورة للموقع بتاعي عامل ازاي. فالموقع ده عبارة عن صفحات. الصفحات دي لازم انا اكون متخيل ترتيبها قبل ما ابتدي اشتغل فيها عشان ما اتعبش بعد كده وانا بغيرها. يعني انا امثل لكم الموقع ده بدولاب. فالدولاب ده فيه ايه؟ هو متقسم عندي الاربع اقسام بالطول. كويس؟ يعني احنا عندنا اربع اقسام متقسمين بالطول. هل الاقسام متشابهة مع بعضها؟ لا. فكل قسم هلاقي فيه وظيفة مختلفة، ده حطت حاجة وده حطت حاجة تانية وتالتة ورابعة وهكذا. فأنا لما أجي بشتغل في الموقع بتاعي أنا لازم قبل ما أبتدي أشتغل في الموقع أقول طيب أنا الموقع بتاعي هنصنفه إزاي؟ لو أنتوا خدتوا بالكم الموقع اللي أنا كنت عامله أنا عامل تصنيف اسمه صفوف دراسية وتحتيه مراحل وتحت المراحل صفوف وبعد كده كل صف فيه شغل كذا كذا كذا. طيب؟ فأنا هنا في البداية بورقة وقلم ابتدي ان انا اعمل شكل الموقع بتاعي يكون عامل ازاي عشان ما ارجعش انا اتعب بعد كده وانا شغال وابتدي ان انا اقول اه لا ده انا كان المفروض احط هنا كذا او المفروض احط هنا كذا او المفروض اعمل كذا ان انا بدل المكان دي بدي او اعمل دي بدي. فانا عندي الموقع احنا عندي تصنيف رئيسي ان انا هقسمه اربع اقسام خمس اقسام زي ما انا عايز. طيب بعد ما اعمل التصنيف الرئيسي ده هل كل الادراج اللي فيه شبه بعض؟ لا. فانا عندي صفحات الموقع بتاعي. انا لما اجي اشتغل في صفحه الموقع، صفحه الموقع دي بتتكلم عن ايه؟ هل هي فيها صور؟ هل هي فيها فيديو؟ هل هي فيها كذا؟ هل في تصميم معين في دماغي انا عايز اشتغل عليه؟ طب التصميم ده انا هكرره بعد كده في صفحه ثانيه ولا لا؟ لان انا عندي هنا الرف ده مثلا على الشمال في عندي اربع ادراج بنفس الشكل، فهل انا كل مره هقعد اصمم كل صفحه من الاول ولا انا عندي امكانيه ان انا اعمل لها دوبليكيت ان انا اعمل لها نسخ بنفس الشكل؟ فانا هعمل لها 1 2 3 4 وبعد كده بعد ما بخلص التصميم بتاعها احط مثلا صوره وبعد الصوره احط فيديو وبعد الفيديو احط كتابه وبعدين اعمل كذا. الصفحه الثانيه فيها نفس الترتيب لكن هغير الكلام او هغير المحتوى لكن انا عايز نفس الترتيب. فانا هنا هل انشئ صفحه جديده ولا اقول له اعمل لي نسخ للصفحه دي بشكلها الحالي وابتدي ان انا اعمل هي بدل ما اعمل تصميمها من الاول؟ هي متصممه فعلا لكن انا بغير المحتوى بتاعها. فده المهم جدا في الاول وانا بشتغل في الموقع بتاعي ان انا ما ينفعش ان انا اشتغل بعشوائيه. انا في الاول هبتدي ان انا ارتب الموقع انا عايزه ازاي. هبتدي ان انا اشوف الموقع بتاعي ده انا محتاج ايه للهدوم، انا محتاج ايه للاحذيه، انا محتاج ايه لكذا، وبحتاج كام صفحه بالشكل ده وهرتبهم ازاي. عشان كده تلاقوني في الموقع اللي احنا عاملينه في الاخر خالص انا حاطط صفحه كده حاجه اسمها خريطه الموقع بحيث ان احنا نسهل على نفسنا الموضوع. طبعا دي مش خريطه ذهنيه، ده دي خريطه الموقع. فانا بقول دي الصفحات بتاعت موقع الدراسات، فالصفحات بتاعت موقع الدراسات دي فيها الوان مختلفه، كل لون ده تصنيف. فانا عندي اللون ده دي الاستراتيجيات بتاع النشط، طالع منها ثلاث حاجات: استراتيجيات تعلم مشهور، استراتيجيات تعلم النشط 101، واستراتيجيات ديسكفري. والاستراتيجيات تعلم مشهور متفرعه للانواع مختلفه، عصف ذهني ولعب ادوار واخرى. التعلم النشط دي كذا وكذا وهكذا. طيب انا عندي تصنيف الازرق ده صفوف الدراسيه، والصفوف الدراسيه انا مقسمه مراحل، والمراحل مقسمه صفوف، وكل صف من الصفوف حاطط فيه منهج ومصادر تعلم وانشطه وخرائط وبنك وانفوجرافيك وهكذا. يبقى الصفحات دي ادي كام صفحه؟ 2 4 6 8 9 صفحات. التسع صفحات دول هل انا كل ما ادخل صف هبتدي اعمل 9 صفحات من الاول ولا ان انا انسخهم وابتدي ان انا اغير المحتوى اللي موجود جوه صفحه عشان اعمل الصف اللي انا عايزه؟ كويس؟ فدي النقطه المهمه ان انا في الاول ابتدي ان انا اشتغل فيها، ان انا بعمل في البدايه خريطة الموقع بتاعي انا بصنفه هيكون عامل ازاي. ماشي؟ فيعني عايز حد يديني مثال سريع كده، هو لو هيصمم موقع في تخصصه او اي مجال هو شايفه خريطة الموقع اللي هيعملها هتكون عامله ازاي؟ ايه التصنيفات الرئيسيه وايه اللي هيتفرع منها؟ يعني ندي لنفسنا كده ورقه وقلم
ونبتدي بسرعه كده نقول انا لو هعمل موقع هبتدي ان انا هشتغل فيه ازاي، هخلي ايه الصفحه الرئيسيه دي اللي ظاهر فيها خمس ست حاجات بس، وبعد كده خمس ست حاجات يبتدي يطلع منهم ايه وايه وايه. ماشي، نعمل النشاط ده كده في دقيقتين يا استاذ علا. اتفضل يا استاذ احمد. اعتقد ان الموضوع محتاج ورقه وقلم فعلا، لان احنا مطلوب مننا ان شاء الله، احنا في صدد عمل مبادره لحوسبه المناهج الدراسيه في مصر، وبدانا فيها بالفعل مع بعض المدرسين، فالنهارده ان شاء الله بدشنها مع حضرتك، بحيث ان الساده الموجودين النهارده، على الرغم ان في ناس عندها ثانويه عامه زي الاستاذه ميسه عابد وفي زي الاستاذه سماح والجماعه دول، لكن حاضرين، فبنقول لحضراتهم النهارده ان شاء الله بدايه مبادره حوسبه المناهج، فكل واحد في مادته يبدا يفكر يعمل ايه الماده بتاعته، بحيث ان احنا نستعد للعام الدراسي الجديد بتحدي احنا قادرين عليه. احنا عايزين خريطه بسيطه، يعني تصنيف خريطه بس، بسيطه كده عشان النشاط بس يتمثل. ناخد مثال بس يا مثلا ناخد مثال، فبس بقى بديهم الصوره اللي قدام علشان يقوموا بيها. طيب ممكن نسمع استاذه سماح، ممكن تقول لنا الخريطه الذهنيه بتاعتها او الخريطه التصوريه بتاعتها الخاصه بالموقع ممكن تعمله ازاي، خصوصا ان هي اكتيفيت جدا على الموقع. اتفضلي يا استاذه. السلام عليكم. السلام عليكم. بجد النهارده المحاضره شيقه جدا، يعني هتخلينا فعلا مش هننام ولازم ننفذ منها حاجه. ان شاء الله. بنشكرك جدا والله يا استاذ احمد. ربنا هو اللي جه في دماغي دلوقتي على اساس ان انا ماده علوم مرحله ابتدائيه، مش ثانوي يا مستر، مرحله ابتدائيه. لا، ما هي الحوسبه لكل المراحل. تمام، بس انا يعني هتجه اكتر للمرحله الابتدائيه. طبعا طبعا يا فندم. اللي جه في دماغي ممكن اللي هي الصفوف، ننزل المناهج، الانشطه المصاحبه للمناهج، انشطه ابداعيه للموهوبين في ماده العلوم، يبقى قسم خاص للموهوبين او فرع خاص ليهم. برضو ندمج الاستراتيجيات المناسبة لتدريس مادة العلوم، يعني ناخد الاستراتيجيات كلها وفرع تاني للاستراتيجيات الأكثر فعالية مع مادة العلوم. ممكن نعمل بنك الأسئلة بمختلف الطرق بقى، يعني ندخل فيها جميع الأدوات اللي احنا درسناها، يبقى بنك الأسئلة. جميل استاذه سماح، احنا متعوده منك انك انت بتشتغلي بروح الفريق مع مدرسه الشغل الرغام الابتدائيه، صح كده؟ تمام. احنا الوقت فعلا بدانا تدريبات، يعني اعتقد ان الموقع هيكون مناسب، ان انا هشوف موقع للشغل الرغام الابتدائيه مدشن كفريق، صح كده؟ تمام. يبقى ده باسم المدرسه كله، في جميع المواد، في جميع، كل واحد بقى كفريق عمل ماده دراسات، جروب الدراسات، جروب العلوم، جروب العربي، كل واحد يطلع شغله ونبدا ننزله على الموقع ده ان شاء الله. في انتظار موقع الشيخ درغام الابتدائيه ان شاء مع الله. فريق عمل الشيخ درغام بقياده الاستاذ سماح والاستاذ عادل الديب تقريبا مدير ايوه المدرسه. استاذ عادل الديب. شكرا. ايوه طيب استاذ سماح، معلش اسالك سؤال، يعني بما انك اتفضل. هتعمله للمدرسه كلها، هل تفضلي ان الصفحه الرئيسيه تبقى الصف الثالث الرابع الخامس السادس، دي الصفحه الرئيسيه، وجوه اسم كل المدرسة صف، ثواني يعني احنا يا الصفحة لا ثواني اقول لحضرتك بس، يعني تفضلي، هو طبعا هي موضوع حريه في الراي مفيش مشكله، يعني هل تفضلي ان مثلا الصفحه الرئيسيه يبقى دي مدرسه دوغام، وبعد كده هدخل فيها هلاقي ان متقسمه صفوف، الولد اول ما يدخل يلاقي الصف الثالث، الصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس، وجوه تمام. كل صف يلاقي مكتوب عربي انجليزي دراسات، ولا اول ما يدخل صفحه المدرسه يلاقي مكتوب فيه عربي انجليزي دراسات، وبعد كده يدخل في العربي يلاقي الصف الثالث الرابع الخامس السادس؟ لا، انا اعتقد ان الصف احسن، يعني الصف بعد كده يبقى المادة. تمام، يعني النقط دي احنا بندور فيها على الايه، على الاسهل للطالب، صح؟ هو الاسهل للطالب، هو اول ما هيدخل هيدخل يدور على الصف بتاعه، ايوه بعد تمام. كده يشوف المادة اللي هو عايزها، لكن المادة هتبقى شاملة الصفوف كلها، فهتبقى صعبة في البحث معاه. ايوه تمام، شكرا يا استاذ. شكرا. شكرا. تحب مداخلة تانية يا استاذ احمد ولا تكمل؟ ماشي، لو حد تاني يقول لنا طيب يعني استفيد من ال ممكن جميل. ممكن يا استاذ عوله اقول حاجه بس يا استاذ احمد؟ اتفضلي يا فندم. استاذه ميسه،
اتفضلي يا مان. احنا نخلي في المدرسه كل ماده لها موقع يا استاذ احمد، بحيث يبقى الموقع مش شايل كتير، يعني مثلا موقع للكيمياء، موقع للاحياء، وبحيث ان انا بحط استراتيجياتي بالنسبه اللي تخص الماده دي اكتر، فيديوهات مثلا بنك المعرفه الموجوده للماده، باخد الدروس بقى بتاعتي درس درس، باخده بقى في الصفحات الموجوده، بديله PDF وبديله فيديو وبديله اختبار، بحيث انا وزمايلي مثلا في الماده دي كلنا اتعاوننا مثلا للصف الاول وللثاني وللثالث مثلا في الثانوي. تمام. طيب ايه اللي يخلي الطالب يحس ان كل الجروبات دي مرتبطه ببعضها؟ يعني هل احنا نحط لينكات مثلا في نهايه ال، انا دلوقتي حضرتك عامله جروب للكيمياء مثلا، كويس؟ ففي نهايه اه الجروب، في نهايه الموقع بقى، احنا مش بنتكلم عن موقع، حضرتك عامله موقع للكيمياء بكل فيها، هل انا في نهايه الموقع بحط له لينكات اقول له لو حبيت تشوف العربي يدوس على اللينك ده، لو حبيت تشوف الرياضيات يدوس على اللينك ده، وهكذا؟ ولا ايه؟ يعني تصور احنا حضرتك هنحط ازاي بقى انك كل صفحات المدرسه بقى، ايه المواقع بتاعه المواد العلميه كلها اللي عنده بقى، وهو يفتح بقى المواقع التانيه بقى، حطها على ايه؟ على الفيسبوك بحيث مثلا؟ الموقع ما يبقاش فيه كتير، ايوه انا ما انا او على صفحه المدرسه او على ادمودو. اوكي. ما انا بتكلم بقى ايه؟ ان انا الطالب خلص التعامل مع موقع الكيمياء، فمضطر يطلع منه ويروح راجع لصفحة المدرسة أو صفحة إدمودو عشان يبتدي يدخل للموقع بتاع المادة التانية، كويس؟ فالفكرة بتاعت حضرتك ممتازة، بس يعني اللي يخليها أسهل للطالب شوية إن أنا في نهاية الموقع بتاعي بتاع الكيمياء، إن أنا أقول له لو حبيت تدخل في نفس الصفحة اللي هو موجود فيها في الموقع بتاعي بتاع الكيمياء، أقول له دي اللينكات بتاعت المواد التانية، وأروح عند المادة العربي أحط له اللينك بتاع الكيمياء، وهكذا، بحيث ان هو ما يضطرش كل مره عمال يطلع من الموقع ويروح رايح مثلا للفيس او يطلع لادمودو عشان يرجع يدخل في المواقع التانيه. هل معايا؟ شكرا يا استاذ. شكرا لحضرتك. اعتقد ان دي تاتشات مهمه جدا نخلي بالنا منها. عشان كده طيب انا احنا عندنا استاذه سمر، معلش انا هاخد منها اخر مداخله على حضرتك تكمل، لان استاذه سمر بتعمل فريق مع 3 مدارس، استاذه سمر ابو عمر، فريق باب الحرس، مع مدرسه شطا، مع مدرسه الجلاء، الثلاثه بيشتغلوا مع بعض، 3 مدارس مع بعض. يا ترى لو استاذه سمر اتعاونت مع ال3 مدارس نقدر نقدم موقع ازاي؟ اتفضلي يا استاذه سمر، افتحي المايك واتكلمي. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذه علا؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي السلام. حضرتك؟ ان شاء الله لو احنا هنشترك وهنعمل موقع هنعمله طبعا خاص باللغه الانجليزيه للصفوف، من اول الصف الاول للصف السادس. ايه هيتضمن اسئله وهيتضمن فيديوهات وهيتضمن الساوندز، يعني وكل الحصص اللي احنا ممكن بنعملها تبقى نموذج بيها ونحطها كلها في الموقع. طب وبقيه المواد يا استاذه سمر؟ لا ما احنا بقى نقول لزمايلنا اللي هم الفكره، هم بقى كل واحد ينفذ مادته ونساعدهم طبعا اكيد. ماشي. او بس طبعا انا مع حضرتك طبعا، يعني حضرتك عندك حق، بس انا بنتكلم ان مين المستهدف في الاخر؟ هل زميلي المدرس ولا الطالب؟ الطالب؟ الطالب فاحنا بنحاول نسهل المهمه على الطالب، واخد بال طبعا. حضرتك؟ يعني حتى ايه، احنا عملنا الموقع، مش عارف يعني، عملنا موقع لمادتنا، فاذا كان المواد التانية عندهم فنحاول ان احنا شويه ندمجهم في موقعنا، ايوه طبعا. الطالب يوصل لها بسهوله. اتفضلي. شكرا لحضرتك. طب اخر مداخله، اخر مداخله حقيقي يعني استامن الشهاوي ولا عشان ما ارفع عنديش ايدي. رفع الايد؟ ما عنديش رفع الايد يا ميس عوده، ممكن اتكلم؟ ماشي يا استاذه سهام. تمام. هو احنا عايزين نفرق بس بين حاجتين، ان احنا نعمل موقع للمدرسه شامل جميع كل المواد، كل المواد الدراسيه اللي في المدرسه بما فيها جزء للاداره، وان احنا نعمل موقع مور سبيسيفيك، يعني خاصه قوي لكل ماده. فاحنا في الاول خالص نقول احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل المدرسه كلها ازهول ولا هنعمل لكل ماده؟ لو هنعمل للمدرسه طبعا هتبقى متقسمه بقى صفوف، وكل صفوف جواها جميع المواد. لكن لو هنعمل لكل ماده، مثلا لو ماده الانجليش مثلا، هتبقى التصور بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى مثلا اللي من سنه مثلا اولى لغايه سنه سته، وكل اولى مثلا هيبقى اليونت الاولاني، اليونت الاولاني، اليونت الثاني، اليونت الثالث، كله بيبقى زي بعضه، بنعمل له دبليكيت. الوحده الاولانيه هنعمل لها اول جزء الكلمات، بعد الجزء الثاني الجرامر، بعد كده الكونفرسيشن، بعد كده الفونكس، بعد كده هنعمل دبليكيت للي احنا عملناه عشان هنعمله نفسه هو اليونت الثاني.
وهكذا لغايه ما نخلص مثلا الصف الاول وهكذا الصف الثاني وهكذا. بعد كده ممكن بنعمل برضو للاكتيفيتيز بارتيشن ثاني للاكتيفيتيز، بنحط برضو فيها الاكتيفيتيز بتاع الطلاب او بتوع المدرسين او الطلاب مع المدرسين اثناء المدرسه. بعد كده بنعمل بارتيشن ثاني مثلا للسورسز، سورسز بيبقى مثلا فيها ليسننج اكسرسايزز على الليسن على الاستماع عن الكتابه عن اي سورسز بقى ممكن تفيد الطالب. فاحنا في الاول خالص لازم نفرق اذا كنا احنا هنعمل للمدرسه كلها ولا هنعمل ماده ماده، وعلى هذا الاساس نرسم خريطه. شكرا، الفكره وصلت. بس عشان الاستاذ احمد يستكمل ولسه الوقت طويل، استاذ اماني بس سؤال معلش. سؤال اتفضلي يا استاذ اماني، اتفضلي. شيكا رفع اليد مع اذنك. شكرا شكرا يا استاذ علاء، شكرا لكم. طبعا الافكار اللي سمعناها كلها جميله وبناءه، ولكن في بعض المواد وبعض المراحل لها خصوصيه. يعني بمعنى انا مثلا كموجه رياضيات للمرحله الثانويه المناهج بتاعتنا متفرعه والفروع بتاعتها كبيره، فصعب جدا ان انا احط الماده بتاعتي في وسط مواد تانيه. يفضل طبعا ليها ان هي تكون لوحدها ويكون مخصص لها، لكل صف مخصص له موقع خاص بيه، لان ليه فروع كتير في الماده وكل فرع محتاج يتغطى بشكل كافي. دي وجهه نظري، يعني مش عارفه اذا طبعا اذا كانت صح او كامله او غلط، لكن انا بقول دي وجهه نظري في من خلال الشغل. فرع مثلا زي، وخاصه ان احنا داخلين في المرحله الثانويه على ان كل الاختبارات الكترونيه، فطبعا هنا محتاجه ادرب الولاد على اختبارات تفاعليه، على شغل اختبارات الكترونيه للمراحل الثلاثه مع المنهج الكبير مع شغل الفروع الكتير. فطبعا ده محتاج ان انا انفرد بموقع او اكتر كمان. يعني ده وجهه نظري خاصه بماده الرياضيات. لا يعني بص، يعني بس الفكره في ان احنا بنتكلم لو احنا عندنا مواقع للمواد الثانيه، لان ممكن يكون في فريق بتاع ماده هو اكتف شويه وشغاله مواقع المواد الثانيه ما بتعملش موقع. بس انا بتكلم لو موجود عندنا فالافضل ان انا احط اللينك بتاعه عندي بحيث ان انا اسهل للطالب الوصول. يعني مش شرط ان يكون فيه توسيله للموقع الثاني، لكن تمام تمام. انا عايز معلش استاذ سهام بس، يعني شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. شكرا شكرا لحضرتك. معلش يا استاذه علا، ممكن بس بصراحه صغير جدا. معاكي ابتسام عزمي، بقول لحضرتك بس ممكن بعد المحاضره ان شاء الله المستر ينزل لنا ملخص لانشاء الموقع، عشان كده ما نتوهش بين الحاجات الكتير اللي اتعرضت. يعني مثلا انا عايز انشئ موقع هدخل على 1 2 3، اما يلخصه في PDF او حاجه. يعني احنا من دلوقتي كل اللي جاي انشاء الموقع، فاللي هيشوف الفيديو الجزء اللي جاي، الجزء اللي جاي كله انشاء الموقع. كويس، طب بس انا حاسه ان انا تهت ومش قادره اجمع الدنيا ببعضها، مش عارفه يعني ايه. خلاص انا بس ايه، ما بدأناش يا استاذه، ما تهوش من دلوقتي. تمام ماشي شكرا. انا بس استاذه يعني استاذه سهام وكل مدرسين الانجليش، انا اتمنى ان هم يعني كريتنج ايدج ممتاز جدا في الانجليش. يعني احنا بنحسدهم على الحاجات دي. يعني حكايه النقطه كان في منهج بتاع ايفري بادي اب في اظن بعض مدارس اللغات عندنا، انا جبت الصور بتاعته وخدت الصوت من السي دي وعملتها للطلبه. ايوه اتفضل استاذ احمد. كويس، فيعني دي يعني اكتر ناس اظن ان هم بيستفيدوا من اوتوكريت انجيج في الانجليزي، ماده اللغه الانجليزيه يعني. طيب هنرجع تاني بقى للموقع بتاعنا. احنا اتفقنا ان احنا جينا ازاي في جوجل درايف، دوسنا على نيو، وبعد نيو دوسنا على مور، بعد كده دوسنا على سايتس ففتح لنا السايت. السايت عندي بالشكل ده، دي الصفحه لسه فاضيه ما فيهاش حاجه، ودي الحاجات اللي انا ممكن احطها. طيب اول حاجه اعملها هي انا ببتدي هنا ان انا هسمي الموقع بتاعي. فالموقع بتاعي هسميه اي اسم انا عايزه زي ما اتفقنا. انجلش ممكن بس نشير الشاشه يا مستر؟ ليش انا مش متشير؟ تمام كده؟ ايوه كده كويس. تمام كده. طيب فانا في الموقع انا دلوقتي تاني عشان اشوف الموقع بتاعي. بعد ادوس نيو واروح جاي على مو جوجل سايتس هيفتح لي الموقع.
هبتدي هنا ان انا الصفحه دي انا دي خد بالكم دي اسم الصفحه، انا هسميها الصفحه الرئيسيه او هسميها اي اسم، هسميها الصفحه الرئيسيه مثلا. هنا بيقول لي الانتر سايت نيم في الجنب ده لو مش ظاهر عندكم في الجنب فوق على الشمال بيقول لي انتر سايت نيم، هدوس هنا واشوف انا عايز الموقع بتاعي اسميه ايه. فانا مثلا موقع بسميه الدراسات الاجتماعيه واي اسم. طيب اصبح ده الاسم اللي بيطلع لي فين؟ بيطلع فوق هنا في التاب اللي عندي فوق كده، يعني دي بص مكتوب ماي جوجل درايف. هنا لما عملت الموقع اصبح الحته دي بيظهر فيها الاسم. الافضل ان انا ما احطش كلام كتير لانه مش هيظهر. يعني احنا عندنا لما بفتح نيو تاب اهي، هفتح تاب جديده المفروض ان بيتكتب فيها كلام، فانا لو كتبت عنوان طويل للموقع مش هيظهر منه كلام كتير. هو هنا بيكتب لي ماي جوجل درايف، وهنا الدراسات الاجتماعيه، وهنا لو كتبت اسم طويل هيبتدي. فانا في الجزء ده هبتدي ان انا اكتب اسم صغير اللي هو ايه فوق على الشمال بيقول لي الانتر سايت نيم، هبتدي ان انا اكتب اسم بس يكون اسم صغير كويس على اساس ان هو يبتدي يظهر للناس بسهوله. الصفحه الرئيسيه دي الشكل اللي موجود عندي. الصفحه دي ايه اللي موجود فيها؟ هحط صوره، فيبتدي هنا الجزء اللي فوق ده هو جاي دايس على تشينج ايمج واقول له سيلكت ايمج، هو عنده صوره جاهزه. فانا اشوف ايه الصوره اللي تتلائم مع الموضوع بتاعي وابتدي ان انا انزل الصوره دي او الاشكال اللي موجوده عندي. فانا جيت والله دلوقتي بنتكلم عن التكنولوجيا، نروح حاطط الصوره دي، هختار الصوره اللي انا عايزها وانزل تحت ادوس له سيلكت. فبدات هنا الصفحه بتاعتي دي الصوره اللي ظهرت فيها. طيب الصورة دي أنا عايزها جزء صغير من الشاشة، عايزها أكبر شوية، عايزها أكبر. فأبتدي إن أنا هي هنا هدوس، هيقول لي هنا الهيدر تايب ده هو أنت عايزه إيه؟ عايز تايتل بس؟ فبقت كلمة صفحة رئيسية بس يعني. لا ده أنا عايزها بانر، فجاب لي حجم أكبر. لارجر بانر، هيروح جاي عامله لي أكبر. كفر، عامله أكبر زي ما أنا عايز. كويس؟ فدي اختيار، ده الجزء الأساسي اللي موجود هنا بس فوق. ماشي؟ يبقى انا طبعا يعني انا اعمل حاجه هي مناسبه موجوده هنا في هنا. هاجي بعد كده ادوس على حاجه تانية، انا خلاص خلصت الجزء اللي فوق، بنزل تحت خالص تحت خالص، فلاقي عندي مكتوب اد فوتو. اللي تحت ده الكلام التسجيلي اللي بيبقى في نهايه الموقع، لو انا عايز اكتب حقوق طبعا محفوظه، لو عايز اكتب بالكذا، لو يعني انا اشوف الموقع الدراسات اللي احنا كنا عاملينه في نهاية كل الصفحات هتلاقوا فيه كلام مكتوب كويس. الموقع الهادف للربح يمكنكم النقل والنسخ بشرط عدم استخدامها بشكل تجاري. عايز تكتب اي حاجة، عايز تكتب ان الموقع ده من تصميم فلان من تصميم كذا، يبقى انا هنا دي موجودة. السطر اللي موجود تحت ده هيبقى موجود في كل صفحات الموقع، بدل ما انا اقعد في كل نهاية كل صفحة اكتب حاجة وابتدي اعيدها واعيدها واعيدها، لا ده انا بحطها هنا بتتكتب هنا وابتدي ان انا احطها في كل الصفحات. لو انا كاتب وعايز اغير هروح دايس على ايديت واغير الكلام اللي انا عايز اكتبه. انت مش عايز تكتب كده، الكلام ده الشغل بتاعك انت، مش عايز حد يستخدمه، هتروح كاتب له جميع الحقوق محفوظه. يبقى انا عندي الجزء اللي فوق بحط فيه الصوره، والجزء اللي تحت ده بحط فيه الفوتو دي. يبقى انا رجعت تاني لصفحتي، هنزل تحت زي ما قلنا هلاقي ايه؟ هلاقي الفوتو دي وابتدي ان انا اكتب فيها اللي انا عايزه. ماشي؟ هبتدي ان انا اضيف بقى هنا التكست اللي انا عايز اضيفه. فانا عندي هنا ثلاث خانات هنا يا جماعه، في عندي انسيرت وفي بيجز وفي سيمز. انسيرت دي الحاجات اللي انا هضيفها، والبيجز دي الصفحات بتاعت الموقع بتاعي. انا كده ما عنديش ولا صفحه غير الصفحه دي. طيب انا لسه في دي صفحات، وفي هنا السيمز دي اللي هي الاشكال بتاعت الموقع، انا عايز الموقع يكون شكله عامل ازاي. طبعا هو هنا طبعا لان هو موقع مجاني مش زي مواقع تانية، فالاشكال اللي فيه محدوده.
فانا هنا بختار الاشكال اللي موجوده عندي من الاشكال المحدوده اللي موجوده عندي. فده شكل، يعني لما ادوس هنا هبتدي ان انا اشوف، هلاقي ان ده عندي شكل. لو دوست على ده هلاقي الشكل متغير شويه. هنا عندي فيه شريط فوق لونه ازرق، انا ممكن اخلي الشريط ده احمر، اخليه اخضر زي ما انا عايز. في سيمز تاني دي، وبرضه انا ممكن هنا الشريط الاصفر ده اغيره واخليه اللون اللي انا عايزه. في عندي الشكل ده، فانا عندي السيمز دي، يعني انت بتختار واحده وبتبقى هي دي اللي ماشي عليها الموقع كله، ومش هتلاحظ فوق قوي يعني صراحه، يعني مفيش فوق جامده فيهم يعني. طيب في عندي الصفحات هنا، دي الصفحات بتبان في الفوتر. ايوه بتبان في الفوتر بتحت اكتر. اه ما انا بقول يعني هي ايه في الحاجات الصغيره دي، يعني يعني هنا مثلا لون ابيض، لا انا لما ادوس هنا هيبتدي يبقى في خط اصفر، في خط كذا وهكذا. ماشي. الصفحات دي بقى مهمه عندي، دي للتقسيمه لخريطه الموقع اللي احنا قلنا عليها. فاحنا قلنا دلوقتي احنا هنشتغل مثلا بالصفوف، فانا عندي دي الصفحه الرئيسيه، وهبتدي ان انا اعمل صفحه جديده. تحت خالص هلاقي في علامه زائد وفي نيو بيج، كويس، اروح دايس عليها. اذا اتفقنا ان احنا نمشي بالصفوف، هقول ده الصف الاول مثلا، كويس، وابتدي هنا ان انا عندي ادوس له على دن، فظهر لي هنا صفحه جديده اسمها الصف الاول بنفس شكل الهوم. فاصبح عندي هنا لو خدت بالكم في عندي كلمه هوم لوحدها وفي كلمه الصف الاول. فلو دوست هنا يجيب لي الصفحه الرئيسيه، لو دوست هنا يجيب لي الصف الاول. طيب الصف الاول ده انا عايز اعمل تحتيه صفحات، فاروح جاي دايس على الثلاث نقط، كويس، وابتدي اقول له اد سب بيج. ماشي، دلوقتي انا عندي الصف الاول اهو في جنبه ثلاث نقط، ادوس على الثلاث نقط هيطلع لي قائمه. عندي ميك هوم بيج، دي انا ممكن اخلي الصفحه دي هي الصفحه الرئيسيه لما حد يدوس وراح جاي داخل عليها، او ان انا اعمل دوبليكيت منها زي ما قلنا، وانا هبتدي ان انا انسخ منها اشكال، او يديني هنا التعديلات بتاعتها، او اد سب بيج. سب بيج يعني اعمل لي صفحه تحتها، يبقى ده التصنيف الرئيسي وانا بعمل صفحه تحتها، او هدوس ديليت، كويس. فانا هدوس هنا على اب سب بيج، هيعمل لي ايه؟ هيقول لي اسمها ايه؟ هقول له والله الصف الاول انا هتكلم تحتها على الانشطه. فكتبت الانشطه واقول له دن، فبدا هنا يظهر ايه؟ ان الصف الاول تحتيه صفحه اسمها الانشطه. والسهم او لو انا قفلت السهم يبتدي هنا اخفاها، هدوس تاني هيبتدي يدوس الانشطه. طب الانشطه دي انا جيت في الانشطه عملت فيها شكل معين، وبعد كده عايز اكرره، فابتدي ان انا ادوس على الانشطه دي. هل عايز تحتها الانشطه او احداث على الثلاث نقط اللي تحتها، هل انا عايز اكررها ولا عايز اعمل صفحه تحتها كمان اعمل تصنيف فرعي منها؟ فهقول لا انا عايز اكررها، يبقى لما اكررها هي جت فين؟ جت تحت الصف الاول. طيب انا عايز اعمل تصنيف فرعي تحتها، اروح جاي دايس على الثلاث نقط واقول له لا اعمل لي تحتها تصنيف فرعي كمان، تصنيف فرعي نشاط اي حد مثلا، كويس. فاصبح هنا عندي الصف الاول، انا هقفل كل ده، انا عندي الصفحه الرئيسيه اللي هي هوم، وفي عندي الصف الاول. الصف الاول هفتحه هلاقي تحتيه انشطه، الانشطه دي والانشطه اللي هي كوبي منها تحت الصف الاول، لكن كلمه الانشطه دي لما افتحها الاقي فيها نشاط واحد. عشان كده انا بقول قبل ما نشتغل في الصفحات وقبل ما نشتغل في الموقع نبتدي ان احنا نعمل خريطه الموقع الاول عشان نشوف دي هتتحط فين دي هتتحط فين. انا ممكن طبعا اشيلها كده واروح جاي حاططها كده تروح داخله جواها، كويس، يعني دلوقتي اصبحت دي جوه دي، كويس. بس احنا بنقول ان احنا في الاول نبتدي ان احنا نظبط الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. فده إضافة الصفحات. في مشكلة كده في إضافة الصفحات؟ أنا عايز أرجع لهوم تاني وأروح جاي أعمل صفحة جديدة، أعمل بقى الصف التاني، أروح جاي الصف الثاني. فأصبح عندي الصف هوم والصف الأول والصف التاني تحتها، أنا عايزه مش تحتها، عايزه كده، وأروح جاي حطيتها كده، فأصبح الصف الأول لوحده والصف الثاني لوحده.
ماشي. بص بقى، اول ما انا بعمل كده بيروح جاي ظاهر لي هنا النافيجيتور بقى بتاعي اللي هو ان انا هشتغل عليه، عندي هوم لوحدها والصف الثاني لوحدها، والصف الاول نازل منها سهم في الانشطه، والانشطه نازل منها سهم عشان يقول لي ان انا عندي الانشطه فيها عندي حاجتين. طيب خلاص، يبقى ده الجزء الاول اللي احنا بنتكلم فيه ازاي انا بضيف الصفحات. هل في حد عنده سؤال في الصفحات؟ ممكن معلش يا مستر احمد نعيدها تاني. طيب اوكي، يبقى انا دلوقتي اول ما بدخل الموقع ده الشكل اللي بشوفه قدامي، ان انا قدامي الصفحه الرئيسيه والجزء دوت ده اللي انا بضيف منه الحاجات. انا بقى عايز ادخل على الصفحات، اروح جاي طالع فوق على الشمال على اليمين، هلاقي عندي كلمه انسرت دي اللي احنا بنضيف منها، بيج دي اللي هي بنضيف منها الصفحات. كويس، اروح جاي دايس بيجز، الاصل ان انا هدخل مش هلاقي حاجه خالص، يعني انا عايز امسح دول اهم، اروح جاي دايس ديليت، اتمسح الصف الثاني، اروح جاي دايس ديليت هنا. بص مش هيقدر يعمل ديليت غير لما امسح الحاجات اللي تحتيه الاول. كويس، يعني هبتدي ان انا امسح، عشان كده بقول لكم اعملوا خريطه الموقع الاول قبل ما تعملوا عشان ما تتعبوش في الموضوع ده. كويس، طيب فانا المفروض ان انا عندي هوم بس، انا عايز اعمل صفحه جديده، اروح جاي دايس تحت، هنزل تحت خالص الاقي في علامه زائد، ادوس على نيو بيج ويظهر لي هنا الخانه دي، وابتدي ان هو يسالني، اقول له الصف الثاني ادوس له دن، فتبتدي تظهر لي تحت. لو دخلت جوه الثانيه بقول هدوس وخليني دايس واطلع بره. ماشي، عايز اعمل واحده جوه الصف الثاني، اروح جاي على الثلاث نقط ادوس على اد سب بيج، سب بيج دي هتعمل لي صفحه تحت الصف الثاني. طب ممكن يا مستر احمد معلش نعمل دوبليكيت لمثلا انشطه من الصف الاول للصف الثاني ولا ما ينفعش؟ ينفع. هو الدوبليكيت دي خد بالك، الدوبليكيت دي في ايه؟ ان انا هاجي هنا، بص يعني انا هاجي على الصفحه، بس انا عايز اوريكم حاجه، انا هاجي ادوس هنا تكست، ماشي، انا لما هدوس على التكست هسمي هنا اقول ايه، اكتب عزيز الطالب عليك القيام بالنشاط التالي مثلا، مطلوب منك كذا. خلاص انا عملت الكلام ده فين؟ في نشاط تانية، ماشي، فانا جيت عملت الكلام ده، الطالب لما يدخل في نشاط تانية هيدخل هيلاقي كلمة مكتوب عزيز الطالب مطلوب منك كذا. لما انا اجي ادخل في صفحة تانية، انا دلوقتي في الصف التاني، لما اجي اعمل صفحة جديدة تحت الصف التاني، فانا عملت صفحة نشاط تانية اتنين، فبقى عندي في الصف الثاني في كلمة نشاط تانية وفي نشاط تانية اتنين. بص نشاط تانية اتنين مفيش حاجة مكتوبة فيها، رغم إن أنا هرجع أكتب تاني عزيز الطالب مطلوب منك كذا. الكلمة دي مكتوبة فين؟ مكتوبة في نشاط تانية بس. فأنا بدل ما أقعد أكتب في كل مرة، لا أنا هلغي دي، وأروح جاي على نشاط تانية اللي هي مكتوب فيها عزيز الطالب دي، وأروح جاي دايس عليها وأقول له دوبليكيت بيج. كويس؟ هيسميها نشاط تانية اتنين. طبعا هو عامل لي كوبي منها، فانا بشيل الكلمة دي عشان ايه؟ لأن أنا الكلمة دي لو سبتها هنا هتظهر لي في القايمة اللي فوق. يعني لو سبت كلمة كوبي اوف هتبتدي تظهر لي هنا وأنا بتكلم في الصف التاني. بصوا. يعني لما أعمل دوبليكيت يبقى في نفس الصفحة. كويس؟ بص هنا ظهر لي في القايمة، ظهر لي نشاط تانية وكوبي اوف نشاط تانية. فأنا لازم أنا في اسم الصفحة نفسها اشيل كلمة كوبي اوف، هدوس على البروبيرتيز دي هتظهر لي هنا الصفحة واشيل كلمة كوبي اوف. طيب يبقى انا هنا استفدت ايه؟ الدوبليكيت ان انا لما ادوس على نشاط تانية لقيت مكتوب عزيز الطالب مطلوب منك كذا، نشاط تانية اتنين خلاص جاهزة. يبقى انا هنا مش مضطر ان انا اعيد اكتب خطوات في كل مرة. كويس؟ طيب. اذا كنت انا شايف ان صفحات متشابهة هبتدي ان انا انقلها. طيب انا عامل كده وعايز اعملها في نشاط اولى، اروح جاي عامل دوبليكيت كمان، او اخد دي حتى ممكن ان انا اخدها زي ما هي كده
وراح نازل بيها عند اولى كويس، وراح جاي نسميها نشاط ايه؟ نشاط اولى. يعني في الثالثه دي هدوس بروبرتي زي واسميها نشاط اولى. كويس، يبقى انا حطيتها هنا في الصف الاول وفيها نفس الكلمه اللي هي عزيز الطالب مطلوب منك كذا. كويس، فده الجزء بتاع ازاي انا بعمل صفحات. ماشي، هل في سؤال في الجزء بتاع ازاي بعمل صفحات تاني؟ تمام يا مستر. تمام، في استاذه سماح قاسم عاوزه سؤال. ماشي اتفضل. لو سمحت يا استاذ احمد، هو دلوقتي بعد ما انا انشات الصف الثاني والصف الاول، هل ممكن يعني انا انشاتهم دلوقتي حاليا بعد شهر عايزه اعدل عليه اضيف حاجه جديده اضيف صفحه جديده، هل ممكن التعديل ولا كده بيبقى مفيش تعديل بعدها؟ لا ده بعد سنين ممكن تعدله واضيف اي تبويب جديد، ضيف اي حاجه حضرتك عايزاها. تمام ايوه. طب في سؤال جالي على الخاص بيسال، هو سؤال يعني هو موجود في المحاضره بس بره المحاضره، الاثنين بيجمع بين الاثنين، اللي هو بيسأل على ايه التولز اللي حضرتك بتستخدمها عشان تكبر اجزاء معينه من الصفحه. هو ده موجود في الويندوز عندنا، يعني انا عندي في الويندوز اهو، لو ده ويندوز 10 كويس هنزل تحت خالص كده، اي في حاجه اسمها ويندوز ايز اوف اكسس، دي عشان الناس اللي نظرهم ضعيف او الحاجات اللي زي كده، في عندي الماجنيفاير دي، وهي موجوده في ويندوز 7 كمان على فكره، يعني ايز اوف اكسس دي موجوده في ويندوز 7 كمان، لما ادوس ستارت هلاقيها موجوده فيه. كويس، وفي عندي هنا النريتو، ان انا لو حد بصراحه يعني معظمها ترجمه انجليزي، واون سكرين كيبورد دي لو حد عنده الكيبورد بايظه، يعني انا عندي حاططها على طول هنا، انا عندي الكيبورد سايبها، يعني بدل ما انا اقوم من الكسل دلوقتي، بدل ما الواحد يقرب على الكيبورد، فانا بخلي الكمبيوتر تظهر الكيبورد على الشاشه وبشتغل معاها بالماوس يعني. كويس، فالحاجتين دول موجودين فين؟ في الايز اوف اكسس دي، ويندوز ايز اوف اكسس، ادي الماجنفاير وفي اون سكرين كيبورد. تمام ماشي، كويس، حاجه مفيده يعني. ماجنفاير هي نفسها ويندوز ايزي اوف اكسس؟ ما هي لا، هي تحتها، هو ده تبويب تحتها. يعني هي اسمها ويندوز ايز اوف اكسس وتحتها اربع حاجات. ماجنفاير. اه تحتها اربع حاجات، انا بختار ماجنفاير. تمام شكرا. تمام، طيب تمام كده انتهينا من الصفحات، وازاي ان انا هصنف الخريطه بتاعت الموقع بتاعي. كويس، لان انا اللي انا هعمله هنا اهو هيبتدي يظهر لي في الموقع، هيظهر للطالب في الموقع. انا دلوقتي لو عايز اعمل معاينه للموقع بدوس هنا عشان اعمل ريفيو. كويس، لما بعمل ريفيو بيروح جاي هنا يجيب لي شكل الموقع عامل ازاي، والجوجل سايتس بيديني امكانيه ان انا اشوف شكل الموقع لو هيتفتح من الكمبيوتر من تحت اهو، او لو هيتفتح من التابلت، بص هتلاقوا ان هو صغر الشاشه، او لو هيتفتح من الموبايل عامله على شكل موبايل. لو انا شغال من الكمبيوتر هو هيطلع لي القائمه بتاعه التصفح، قائمه الموقع دي هتطلع لي هنا فوق على الشمال كده، يبقى دي هوم اهي، لو داس عليها هتوديه الصفحه الرئيسيه، الصف الثاني فيه خانه واحده، الصف الاول فيه انشطه والانشطه تحتها سهم، يبقى لسه فيها حاجتين ثلاثه. لو انا عاملها على الموبايل، في الموبايل هنا ما ظهرليش بقى القايمه كده، لا ظهر لي الثلاث شوط دي زي ما بيحصل كده مع جوجل بلاي والحاجات دي، فلما ادوس هنا هيقول لي انا عندي هوم وعندي الصف الثاني فيها صفحه واحده، والصف الاول فيه الانشطه والانشطه جواه ثلاث ملفات. فانا اراعي جدا وانا بسمي اسم الصفحه، لان اسم الصفحه ده هو اللي هيظهر للطالب. فانا عندي هنا كوبي اوف، هتبتدي تظهر له هو كمان كوبي اوف. فانا التسميه بتاعه الصفحات لازم تكون معبره عن المحتوى بتاع الصفحه، فاذا كنت انا قايل له الصف الثاني وبعد كده ببتدي ان انا احط له صفحات، فلازم كل صفحه الطالب قبل ما يدوس يبقى عارف هو داخل هيدخل على ايه. كويس، فانا عندي هنا يعني انا وريها لكم بقى في الموقع الكبير. مستر احمد انا ملاحظه حاجه، أيوة. ان لما بنعمل في واحنا بنعمل الصفحه، لو انا غلطت في الصفحه وخلصتها مش هعرف اغير الاسم، لازم اعملها ديليت وبعدين اعملها تاني، ما ينفعش اغير الاسم اسم الصفحه رينيم الاسم. اه يعني مثلا انا مثلا عملت مثلا لا دوسي بروبرتي،
يعني ما بدوس على الثلاث نقط وعايزه اعمل لها رينيم مثلا، انا غلطت وعملتها يونت 1 وانا لا انا عايزه اعملها يونت 2، فين الرينيم اللي انا ما فيش رينيم اللي هي بروبرتيز، اللي هي فين بروبرتيز؟ طب ما فيش بروبرتيز برضه. في كل صفحه تمام. اصل انا شغاله مع حضرتك. ايوه ماشي، انا معاك مش مشكله. بصي هنا يعني انا لما جيت في الموقع ده، الموقع بتاع الدراسات الاجتماعيه، الطالب عنده الصفحه الرئيسيه وعنده الصفحه الدراسيه، لما يدوس هيلاقي الكلام مرحله كذا كذا كذا، يبقى هو عارف هو رايح على فين. لما يدوس على المرحله الابتدائيه هنا هيقول لي في صفوف، فالكلام واضح قبل ما يدوس، بدل ما يدوس على حاجه غلط ويدخل لنا نفسه دخل مكان تاني. وطالما في سهم جنبه يبقى لسه في قائمه تانيه، فهتدوس هنا هيلاقي في كذا. انا حتى عشان ما اتلخبطش عامل ايه، لو تلاحظوا هتلاقوا ان انا كاتب جنب الصف الرابع كاتب المنهج مقرر 4، مصادر التعلم 4، عشان انا عارف ان ده سنه 4. طيب لكن انا لما اجي مثلا في الاعداديه انا عامل الصف الثاني الاعدادي، لما ادوس عليه هتلاقي عامل منهج مقرر 2 عين، عشان انا عارف ده ثاني اعدادي، عشان انا حتى وانا بصمم ما تتوهش مني الصفحات. كويس. فانا دخلت سبت المرحله الاعداديه. في الثانوي هتلاقوني برضه حاطط كلمه سه معاهم. في الثانوي لما اشتغل انا ما اشتغلتش بالصفوف، تلاحظوا ان انا في الثانوي اشتغلت بالماده مش بالصف. كويس. يعني انا هنا في المرحله الثانويه جيت قلت لا الاسهل لهم ان انا اشتغل بالماده، فرحت جاي مقسمها الماده الصف كذا كذا كذا. ماشي. ده اللي بيظهر للطلب، استراتيجيات كذا، الدورات التدريبيه كذا وهكذا. فانا احاول ان انا الصفحات يكون اسمائها واضحه بحيث انها تسهل على اللي داخل ان هو يشوفها. لو انا عامله كده على شكل الموبايل فيبتدي يلاقي الشكل ده، بحيث ان هو يقدر يتحرك بسهوله. تمام. طيب خلاص انتهينا من الجزء بتاع الصفحات. حد عنده مشكله في الصفحات؟ بعد اذنك اعمل مداخله يا استاذ احمد. طب. يعني حضرتك عارف ان منصه الدمياط التعليميه عاملين سايت على ويكس، انا شايفه وانا مصممه الموقع حقيقي انا شايفه ان امكانيات جوجل لا تقل عن ويكس تماما. ونفس فكره رؤيه ويكس على الموبايل نفس هي رؤيه جوجل على الموبايل، امكاناته بل قد يفوق ويكس في حاجات كتير جدا حقيقي. لا رائع حقيقي، رائع جدا. زي ما استاذ محمد الفخراني قال، هو فعلا الموقع اتطور جامد. يعني هو زي ما كانش كده. كويس. يعني هو فعلا اتطور جامد وبيحاول يسهل كتير على الناس كتير يعني. بس انا عاوزه اعرف ايه الفرق بين السايت جوجل وبين البلوجر؟ يعني البلوجر معروف انها مدونه، اوكي؟ ايوه. هل يعني هل يعني هي بلوجر مدونه؟ لكن ايه الفرق بين البلوجر المدونه على جوجل وعلى والسايت؟ حقيقي يعني في شعره بينهم ولا ايه الفرق بينهم؟ مش فاهم، مش قادر احدد. بصي هو في كذا فرق بس ابرزهم ان البلوجر ما بيطلعش غالبا في الجوجل سيرش. لو حد دور سيرش بتاع جوجل ما بيطلعلوش البلوجر. تمام. يعني انا ما اعرفش، بس انا ده كنت اعرفه زمان، ما اعرفش دلوقتي. مش عارف لو علاء كان لسه موجود معانا يقول لنا. طب في نقطه تانية برضو عاوزه اسالها برضو يا فندم. بما ان يعني انا مصممه موقع قبل كده، فهل دلوقتي مسافه مثلا استاذه سهام مثلا واستاذه سماح بيشتغلوا معاك على طول، هل دلوقتي هم شغلهم ظهر على جوجل بحيث ان انا لو بحثت الاقي شغل استاذه سهام واستاذه سماح، ولا هم لما يعملوا ببلشر اول ببلش يعملوا ببلش اول؟ بس الميزه بقى في ايه؟ ان كل خطوه هم عملوها دلوقتي هي اتسيفت من غير ما يقولوا. بصي يعني انا عندي في صفحه اهو لانه سحاب. دي ميزه رائعه. يعني احنا ناس كتير بتكتب في الوورد وبعد ما يكتب الكهرباء تقطع يحصل حاجه لانه سحاب يا فندم. فكل اللي هم عاملوه دلوقتي هو اتسيف، وممكن يرجعوا له بكره وبعده في ان هو يدخل على جوجل درايف ويلاقي الاسم بتاع الموقع بتاعه موجود زي ما هو. كويس. فدي ميزه بس مش هيظهر غير لما يعملوا بابلش. احنا كل ده بندوس على بريفيو بنشوف بس معاينه ليه، انما بابلش هي اللي هتعمل. لان انا في بابلش هيسالني السؤال المهم، انت الموقع بتاعك عايز تسميه ايه؟ عايز تسميه ايه في الادرس فوق؟ انما كل ده احنا لسه يعني دلوقتي شغلهم يعني تحت النظر، يعني لسه ما حدش يقدر يشوفه. كده لسه ما حدش يشوفه. طب ده جميل جدا الواحد يعمل شغله بقى ويعدل قبل ما يعمل بابلش. ده دي احنا نقول للناس ان هم ما يستعجلوش على كلمه بابلش لحد ما يحسوا ان هم بجد قادرين على افتتاح الموقع بتاعهم.
تمام. وحتى لو هو عمل بابلش لنفسه عشان يشوف شكله عامل ازاي للناس، لكن هو ما اداش اللينك لحد، فما فيش مشكله. طيب في نقطة تانية يا أستاذ أحمد، يعني اسمحوا لي بس بالأسئلة، لأن يعني عندي تجربة في المواقع، وما دام مفيش حد رفع الإيد اسمح لي أنا من المداخلة أستغل بقى. طيب في سؤال تاني بالنسبة لي أنا، بالنسبة لموقع المنصة على ويكس، أنا عملت له جدولة على جوجل، أوكي عملت له جدولة بحيث إن حد عمل سيرش على المنصة بيظهر سايت ويكس بتاع المنصة. طيب هنا هل أنا محتاجة أعمل جدولة على على جوجل، ولا هو اوريدي بقى هو موجود على جوجل فمش محتاج جدولة؟ لا خلاص، هو اصلا بيدخل هنا، ده هو بعد كده بيعمل لحضرتك الانلايز ده، ان هو بيبتدي يقول لك مين دخل ودخل ايه والصفحات اللي دخلت اكتر. طب دي ميزة، طب دي ميزة يعني، بس انت لازم تعملي لها انيبل هنا، يعني دي في السيتنج، في السيتنج، فانا ببتدي ان انا اعمل لها انيبل في السيتنج في التيرس ده، انيبل ان هو يظهر على جوجل في السيرش. هو هيظهر كده كده وهيظهر على جوجل، بس انا بتكلم على التحليل الموقع نفسه، عدد الزيارات كم الناس والكلام ده. تمام، حضرتك الصفحات والكلام ده، فهو بس لازم الاول تدخلي على الموقع يديك اي دي، وبعد كده تقولي له اعملها، فيبتدي ان هو يشتغل. هو ممتاز جدا في الموضوع ده. جميل. طب في نقطه تانية يا فندم، بالنسبه للصفحات الموجوده على ويكس، ان انا بقدر اعمل لها رابط اللي هو مثلا ايه، عامله مثلا جغرافيا او الفرنسي كده، واخد الرابط وارفعه على البوست كبوست على الفيس، فبيديني صوره التبويب ذات نفسه واسمه من تحت. هل في امكانيه جوجل بيديني رابط للتبويب؟ يعني بيبقى شكله ايه لما انا اخد الرابط بتاعه واحطه على البوست؟ الرابط بتاع مش الموقع، مش الموقع، التبويب ذات نفسه. التبويب بتاع، معلش عشان ما يعني مثلا احنا مثلا عاملين اللغه الانجليزيه للصف الاول الاعدادي مثلا. انا لما باخد رابط الصف الاول الاعدادي اللغه الانجليزيه بيديني شكل معين كده، لو انا نشرته على الفيس بيديني شكل صوره معينه انا اوريدي. صورتها اللوجو بتاع، كان الصوره بتاعتها المصاحبه لي. والمسمى بتاع التبويب بيظهر تحت الصوره. ايه شكل ايه شكل بقى الرابط بتاع تبويبات جوجل لما اخده واحطه على الفيس؟ لا هنا حسب المواقع بصراحه، مش كل المواقع ان هو بيظهر فيها. طب جوجل بيعمل ايه؟ كويس، يعني هو نفسه بيبقى شغال ما فيش فيه مشكله، انما في مواقع تانية مش شرط ان هو بيظهر. طيب هنا بيعمل ايه بالنسبه لجوجل؟ ما هو لو انت مثلا لو انت حطيه في الفيس ممكن يكتب لك التكست بس بتاع الصفحه، لكن ما يحطش صوره. انما مش شرط ان هو يحط الصوره. تمام ماشي. فهي اوكي دي ايه اللي عندنا الشغل اللي سامعيني بس. مستر احمد بعد اذنك اتفضل. واحنا دلوقتي بنعمل البيجز، احنا دلوقتي عملنا مثلا يونت 1 فيها تبويب، فيها سب للويرز والكونفرسيشن والجرامر والفونكس وهكذا. طب ما فيش امكانيه ان انا انسخ اعمل دوبليكيت لكلهم مره واحده، بدل ما اعمل واحده واحده؟ لان انا هعمل اللي هعمله هنا هو اللي هعمله هنا على 5 يونتس مثلا. تمام، بس يعني انا افهم بس اقول لحضرتك اللي انا فهمته بعد كده، ان يعني احنا في الموقع هنا انت جيتي في الصف الثاني ده انت عايزاه تاخديه كله كده، اللي فهمته كده صح ولا لا؟ ايوه تمام، انا عايز اخد كله احطه هنا عشان هم كلهم شبه بعضهم، لكن المحتوى اللي جوه هو اللي هيبقى مختلف. هو بيتكلم هنا الدوبليكيت بيج هنا هتديني ايه، كوبي الصف الثاني باللي فيه ولا الملف لوحده؟ بص يا حضرتك، وعمل ايه؟ واخد الصفحه دي بس، مش هيعملها كلها، لا مش هياخد كل اللي فيها، ما ياخدش كله. مش هياخد كل الصفحات اللي تحتها، هو ياخد ما بس. انا عملت دلوقتي اعمل واحده واحده، بعمل واحده واحده. ما هو لا، واقول لحضرتك بقى الاسهل ايه، ان انت دلوقتي غالبا كل الصفوف هتبقى متشابهه في المحتوى بالظبط. حضرتك جهزي مثلا الصف الاول واعملي له ال 10 صفحات بتاعته. صح وخديهم واو، اعمليهم كوبي غير المحتوى اللي جوه بقى. اعمله دوبليكيت واقوم مغيره المحتوى. صح كده تمام، واللي بقى للتاني اللي تحتيه يعني.
تمام تمام صح. شكرا شكرا. تمام كده بقى ندخل في تصميم الصفحه نفسها ولا لسه احنا في الصفحات؟ لا اتفضل يا فندم. ندخل بقى في الصفحه نفسها. كويس. طيب هنا هرجع انا تاني، انا دلوقتي لازم الاول احدد له انا بتعامل مع انهي صفحه. كويس. انا دلوقتي عايز صفحه الصف الثاني ولا الصف كذا ولا الصفحه الرئيسيه، لازم انا هدوس عليها عشان تبقى هي اللي ظاهره قدامي، يبقى دي اللي انا بشتغل فيها. انا دلوقتي عايز ارجع للصفحه الرئيسيه وعايز اشتغل فيها، فهبتدي ان انا هنا اجي على انسيرت بقى. طيب ايه الامكانيات اللي موجوده في الانسيرت؟ ان انا هضيف تكست زي ما عملت كده في عزيز الطالب، فانا هبتدي هنا ان انا احط تكست، والتكست ده اكتب فيه اللي انا عايزه. طيب التكست ده انا ممكن اخليه زي قائمه الموقع، عارف القائمه الجانبيه اللي بتبقى في الموقع وادوس عليها عشان يودينا على صفحات ثانيه. فانا هروح جاي كاتب الصف الثاني مثلا، انا عايز لما ادوس التكست ده هو كلام عادي، انا هكتب كلام عادي خلاص مفيش فيه مشكله، صح؟ يعني اي كلام انا عايز اكتبه، مرحبا بكم، عايز اكتب كذا، عايز اكتب اي كلام، فخلاص كده مفيش مشكله. انا بكتبه وببتدي ان انا اظلله، وعندي هنا زي الوورد كده في شريط بيبتدي هنا ان انا يقول لي انت عايز التكست ده نورمال ولا عايزه تايتل. انا عايزكم تبصوا كده وانا بدوس، تبصوا على ناحيه الكلام كلمه صف تاني هنا، كبرها او خلاها هيدنج، صغرها شويه او خلاها سب تايتل. كويس. يبقى هو هنا دي انا بغير الحجم بتاع الخط، هو باين اهو ان هو ايه ده لتغيير حجم الخط. ماشي. زي الوورد انا عندي البولد والايتاليك اللي هو المايل، انا عايز الكلام على اليمين ولا على الشمال ولا في النص. كويس. انا عايز الغي الكلام او انا عايز احط له لينك. انا عايز لما ادوس على كلمه الصف الثاني دي، انا فين دلوقتي؟ انا في الصفحه الرئيسيه. عايز لما ادوس على الصف الثاني يوديني على صفحه الصف الثاني، فاروح دايس على اللينك فيقول لي والله الصف الثاني دي ايه اللينك بتاعها، انت عايز ايه؟ هل انت عايز لينك خارجي؟ يعني انت هتوديني على حاجه بره، فانا هكتب له الموقع اللي انا عايز اروح عليه بره، ولا عايز حاجه من نفس الموقع بتاعي؟ فهتلاقيه هنا حاطط لي كل الصفحات، كل الصفحات اللي عندي، يقول لي اه ده انا عايز لما ادوس هنا يوديني على الصف الثاني، واقول له ابلاي، فيروح جاي محول دي للينك. لما اشوفها هنا الاقي ان الصف الثاني هنا لما هدوس عليها راح موديني على صفحه الصف الثاني. في نقطه مهمه عايزين ناخد بالنا منها واحنا بنعمل الصفحات، ان الطالب دلوقتي راح على صفحه الصف الثاني وعايز يرجع، يرجع ازاي؟ عشان يرجع يبقى لازم يدوس زوار باك هنا، يا اما يدوس على الدراسات الاجتماعيه ويدوس هوم، فهو مضطر يتحرك كتير بالماوس. انا تفاديت المشكله دي بقى هنا وانا بعمل الموقع، عملت ايه؟ ان في كل الصفحات خليت فيها كلمه الصفحه الرئيسيه. كل صفحه انا بدخلها كتبت فيها تكست وخليت التكست ده يوديني على الصفحه الرئيسيه. طب استنى، ده انا كمان دخلت جوه الدورات التدريبيه ودخلت جواها، فانا رحت عامل كمان تكست وكتبت فيه الدورات التدريبيه، فانا لو دوست هنا هيروح مرجعني على الدورات التدريبيه، لو دوست هنا هيروح مرجعني على الصفحه الرئيسيه، والكلام ده انا عامله في كل الصفحات. كويس. فانا بحاول اسهل على الطالب، بدل ما ان هو يطلع على الزوار بتاع باك، يعني صفحه التعلم النشط، هدخل على اي صفحه هلاقي كلمه الصفحه الرئيسيه. طب انا عملت الصفحه الرئيسيه دي ازاي بقى؟ كل صفحه دخلت فيها كتبت فيها الصفحه الرئيسيه، عملتها ازاي؟ عملتها بدبليكيت. دبليكيت. ايوه. وانا شغال في الاول خالص خليت كل الصفحات فيها صفحه رئيسيه، وبعدين جيت في الصف الاول هي فيها الصفحه الرئيسيه، رحت جاي داخل فيها وبدات اعمل اكتب فيها. يعني انا هنا هدخل على الصفوف الدراسيه، فالصفوف الدراسيه هنا عملت الصفحه الرئيسيه، وبعدين جيت في المرحله الابتدائيه رحت جاي كاتب فيها المراحل الدراسيه اللي هي قبلها، ورحت عامل دبليكيت لكل الصفحات بتاعه المرحله الابتدائيه مكتوب فيها الصفحه الرئيسيه والمراحل الدراسيه عشان اسهل علينا نتحرك. لما دخلت جوه الصف الرابع فبدات ان انا اقول له ادي الصفحه الرئيسيه، المراحل الدراسيه، المرحله الابتدائيه. عشان كده بقول مهم جدا قبل ما اعمل الموقع ان انا اخططه عشان ابتدي ان انا اسهل على نفسي واسهل على الطالب وهو بيتعامل معايا. الحاجات دي ممكن تكون صغيره لكن بتفرق كتير مع اللي بيتعامل في الموقع. كويس.
ان انا هنا بدل ما انا عايز ارجع للصفحه الرئيسيه، ممكن اطلع ادوس على هوم وادوس على الصفحه الرئيسيه، وممكن ارجع ادوس باك 3 مرات. ايه لا انا عملتها له هنا مباشره، ان هو يبتدي ان هو يتحرك يروح راجع على طول على الصفحه الرئيسيه. كويس. طيب يبقى انا هنا بعمل دي ازاي؟ بعملها باللينك. ان انا باجي في الصفحه بكتب الكتابه اللي انا عايزها، واروح جاي رايح فيها. طبعا انا هنا دخلنا على صفحه الصف الثاني، انا دلوقتي شغال في الصفحه الرئيسيه، فدوس على بيجن واروح دايس على هوم عشان يرجعني. يبقى دي صفحه الصف الثاني. في ميزه بقى ما كانتش موجوده زمان، ان انا ممكن السطر ده كله اصغره، فاروح دايس عليها يظهر لي هنا العلامه دي، وابتدي ان انا اسحبه اصغره واحط جنبه صوره، ما يبقاش هو اللي واخد السطر كله. دي ما كانتش موجوده زمان، دي يعني لسه عاملينها قريب. اهي انا عايز احط دي مثلا، احط دي جنبها فتتحط معاها في نفس المستوى. دي ما كانوش بيعملوها زمان معانا، كانوا بيتعبونا. فحطيت في نفس المستوى كلام وصوره، بقى زي المواقع الاحترافيه بجد بقى يعني. يعني في نفس العرض بتاعه انا حطيت. انا ممكن احط بقى صف تاني، الصف التاني دي اروح جاي اعملها بلون او اعملها بشكل زي ما انا عايز. طبعا في الجنب هنا اقول له دوبليكيت سيكشن، عمل لي بص كلر، يعني كلر السيكشن كله. انا مش عايز بقى الصوره، انا عايز الغي الصوره دي، اروح دايس على الصوره لوحدها يظهر لي انا هتعامل معاها ازاي. عايز اقصها، عايز اكبرها، عايز احط للصوره لينك، ما انا ممكن انا اخلي الصوره دي لينك يوديني على حاجه. كويس. فانا عايز لما ادوس على الصوره دي مثلا يوديني على موقع الدراسات، فاروح جاي اعمل لها لينك واقول له وديني على كذا. مش عايز الصوره الغيها. كويس. واروح واخد دي اقول له تعالى طلعها لي فوق بعدها واسميها اسم تاني. كده صح انا ولا عملت حاجه غلط؟ ناقص حاجه، انا سميت الصف الثالث لكن لازم اغير اللينك بتاعها عشان ابتدي ان انا اخليه يروح في مكان تاني، صح؟ لان انا لو سميته الصف الثالث وسبته بنفس اللينك بتاع الصف الثاني هيروح موديني على الصف الثاني. ايوه، هو موجود قدام الطالب ان هو الصف الثالث. فانا دايما أنا اخد بالي من اللينكات بالذات، وزي ما استاذه علي قالت ان انا ما استعجلش ان انا انشر الموقع، انما اقعد اجرب اللينكات بتاعتي. كويس. واشوف اللينكات دي هتوديني على فين، عشان ما يجيش قدام الطالب ابتدي ان انا الاقي ان هو موديني على حاجه غلط. لا، ده انا بعمل له تيست مره واثنين وثلاثه، وغالبا احنا ما بناخدش بالنا. بديه لحد زميلي واقول له اعمل له تيست. كويس. فانا هنا اضفت نص واضفت صوره. طيب انا بضيف صوره ازاي؟ زي ما قلنا اهو، اروح جاي على الايمج. لو انا عايز ارفع من الجهاز بتاعي بدوس له ابلود، لو انا عايز صوره موجوده على جوجل درايف بدوس له سيلكت، لو انا عايز اجيب صوره من على النت ممكن ان انا اعمل له سيرش وادوس اجيب صوره من على النت. اهي سيرش جوجل ايمج، انا هعمل سيرش على ايجيبت مثلا. مباشرة جاب لي صورة مصر، أنا عايز الصورة دي، أروح مختارها وأدوس له سيلكت، راح منزل لي الصورة. كويس. والصورة منزل فوقيها إزاي أتعامل معاها، عايز أقصها، عايز أكبرها، عايز أصغرها، زي ما بتعامل مع أي صورة في أي مكان، أو عايز أحط لها لينك، عايز ألغيها خلاص هلغيها. ماشي. طيب لو أنا عايز أغير الصورة بدوس له ريبليس. عارفين ساعات النت بيكون بطيء، فلما النت يكون بطيء الصورة بتتأخر في التحميل، فعلى بال ما تتأخر في التحميل بيبقى مكانها فاضي ومستنيينها تحمل. فالالت تكست دي موجود لو بقت بطيئة في التحميل. هو انا كاتب له النص اللي يظهر، هكتب له والله توت عنخ آمون لغاية لما تظهر، يبقى الولد عارف ان الصورة دي هتظهر فيها صورة توت عنخ آمون. او الاد كابشن دي ان انا احط تعليق على الصورة بقى، ان انا ادوس هنا فيظهر تعليق تحت الصورة، أو كاتب الولد ده توت عنخ آمون لو هو يعني أهو. ماشي. تمام. يبقى أنا هروح أشوف البريفيو في المعاينة بتاعتي، ألاقي عندي الصورة. خدوا بالكم بقى هنا إيه اللي حصل، هو حطها فوق في الصف التاني والتالت، لأن أنا بتعامل مع
الموبايل، فانا اعمل حسابي دايما ان انا ابص عليها. الشغل اللي انا عامله ده هل هو هيكون واضح في الثلاث حالات ولا لا؟ لو لقيت ان ده مش الشكل اللي انا عايزه يبقى انا هنا مضطر ان انا اعدل الشغل بتاعي. هو دايما بيحط اللي على الشمال فوق، فانا لو عايز الصف الثاني والثالث هم الاول هوديهم هم على الشمال واودي الصوره على اليمين. كويس، هنزل تحت الاقي عندي الصوره ومكتوب تحتها التعليق اللي انا هعمله. حين ان انا لو عملت كده في التابلت في الكمبيوتر هي ودى الصف الثاني على اليمين وخلص الصوره على الايه، على الشمال. تمام، يبقى انا كده شفت ان انا ممكن اضيف نص، والنص اللي انا بضيفه ده وممكن ان انا اخليه هايبر لينك يوديني على حاجه تانية. نفس الكلام الصوره، والصوره دي هبتدي ان انا اعملها ويروح جاي مدخلني على مكان تاني. لو انا عندي ملف من جوجل درايف وعايز احطه فاروح جاي دايس على الدرايف ويبتدي يقول لي انت عايز تحط ايه من الدرايف. اي شغل موجود عندك على الدرايف هو هنا فتح لك كل الفولدرات اللي في ايه، اللي في الدرايف عندك. فتبتدي هنا ان انت تشوف ايه الفولدر اللي انت عايزه، عايز تاخد منه ايه، عايز تاخد منه صوره، عايز تاخد منه الابحاث مثلا. كنا احنا عاملين التابلت بتاع الابحاث اهي، انا عايز احطها للطلبه. هتبتدي تظهر له في شكل خانه، الخانه دي انا هوسعها. هو بيقول لك اهو ده بيج واحد من سته، دول ست صفحات. فانا هعمل زي ما عملت كده مع الملف بتاع الميس في البدايه، انسحاب. فانا هكبرها عشان تملى الشاشه، واصبح انا عملت امبورت، جبت فولدر من عندي، ملف من عندي، وهيبتدي ان هو يظهر لي هنا. طيب فلما ادوس هنا في الفيديو هو جاب لي الموقع وراح جاي فتح لي اهو الصف كذا. ولما اعمل سكرول هيبتدي ان هو ايه، يعمله هو في مكانه في نفس الخانه بتاعته. يبقى انا مش مضطر ان انا اقول للولد خد اللينك دوت وهو هيدخل على جوجل درايف. كويس، يبقى هو مش هيسيب الموقع بتاعي، هو هو في نفس المكان. كويس، فدي ميزه من المميزات الجميله ان انا كل الشغل بتاعي اللي على درايف انا ممكن اخليه يظهر للطالب في نفس المكان. كويس، دي يعني ادمجه جميل في كل حاجه في التواصل وكل حاجه، لكن مش هيبقى فيه الامكانيات دي. عشان كده احنا بنقول ان جوجل سايز مكمل لادمجه. ادمجه هيخلي فيه تواصل مع الطالب صحيح، لكن ادمجه ما فيش فيه الامكانيات ان هو يعمل كده. انا ممكن ان انا اخلي اللينك بتاع جوجل سايز ده موجود في ادمجه، ابعته للولاد في ادمجه في المكتبه بتاعت ادمجه. تمام. وطبعا انا ممكن اروح اعمل ايه، المكتبه الرقميه بتاعت الوزاره في الموقع عندي بتاع بنك المعرفه والحاجات دي، بس مش بنك المعرفه نفسه، المكتبه الرقميه اللي هي فيها الفيديوهات الجديده اللي حطوها السنه دي، انا ممكن اخدها واروح جاي حاططها عندي هنا. كويس، لان احيانا الطلبه بتتوه، مش عارف انتوا يعني اللي دخل في المكتبه الرقميه اللي هي المذكره الرقميه بتاعت الوزاره فيها تصنيفات كتير. فاذا كنت انا هخاطب صف دراسي معين في ماده معينه يبقى انا الاحسن ان انا انقي له الحاجات دي واجيبها له هنا يلاقيها بسرعه بدل ما يتوه وهو داخل في الموقع هناك. لكن بنك المعرفه لو خدت لينك منه صعب يعمله، لان بنك المعرفه يحتاج ان انا اعمل تسجيل دخول، فمش هيظهر هنا بسهوله. يعني مش هيظهر هنا من خلال الصفحه دي بسهوله يعني. ماشي، يبقى احنا كده خدنا ملف من جوجل درايف. في عندي بقى دي اللي هي ايه؟ الامد اللي انا باخد رابط واخليه يدخل جواه، زي ما حصل كده مع الملف بتاع الميس، ان انا جبت الملف بتاعها. طيب انا عندي مين؟ عندي دراسات اليكس. كان مين؟ يعني انا هدخل هنا مثلا، هدخل اجيب ال، بس مثلا الموقع ده دراسات كمان ده المفروض ان انا نشره. فانا عندي هنا بابلش، وفي عندي بقى ان انا ممكن اعدل عليه ان انا اشوف، او ما انا ممكن اقفله. خدوا بالكم دي برضه نقطه مهمه. يعني انا عملت بابلش للموقع، وبعد ما عملت الموقع ونشرته لقيت ان في لخبطه كتير والطلبه هتدخل قبل ما انا الحق اعدل اللخبطه دي. فانا بعمل ايه؟ بلغي نشره لغايه لما اعمل تعديله وبعدين اعمل له بابلش تاني. كويس؟ طب لما لغيت نشره والموقع اتلغى؟ لا، هو موجود زي ما هو عندي وكل حاجاته موجوده زي ما هي، لكن بس انا بلغيه مؤقتا عشان ما حدش يدخل كتير عليه وهو في مشكله. الموقع زي ما هو عدل فيه وبعدين انا انشره تاني. طيب انا هنا بس الدراسات. قال الاستاذه اولا انت كنت بتقولي الموقع بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى كده اسم كده insights dot google dot كذا فيو، بعدين انا مسميه بقى دراسات اليكس، ده الاسم اللي احنا بنختاره في الاخر يعني.
انا بس هاخد كوبي لده ونرجع للموقع بتاعنا. انا بعمل هنا امتى دي ان انا بقول له هات لي اللينك ده ودخله عندي في الموقع. طب بيبتدي يبحث يشوف الموقع ده شكله ايه عشان يبتدي ان هو يدخله عندي. احنا بقى بتقابلنا مشكلة ان احنا لما بنكتب بالعربي الصفحة الرئيسية بصوا بتظهر ازاي، يعني بيظهر الاسم ده. اشوف هو هنا كتب ايه، ان انا دي هيدخلني على موقع اسمه الدراسات الاجتماعية. طيب الدراسات الاجتماعية لما نروح نشوفها هو كده عمله كأنه لينك ما دخلنيش عربي ليه يعني. احنا جربناها فين؟ في الموقع بتاعي ان انا اعمل اللينك معايا. ايش ثواني عايز اجيب لينك بسرعة من فيس. ايش ثواني. طب يا فندم بالنسبة للينك اليوتيوب هيظهر شكل اليوتيوب ولا مجرد لينك فقط؟ انا داخل منصة دمياط عشان اجيب لكم كويس. يعني انا هروح منصة دمياط في فيديو في منصة دمياط خلاص. هروح انا على منصة دمياط خلاص. انا افتح لكم الشير طيب. انا عندي منصة دمياط اهو دي اللي موجود فيها. عندي ده فيديو ده فيديو شغال اهو. ده فيديو مثلا شغال من منصة دمياط بس. فانا هاخد اللينك بتاعه هاخده كده كوبي كوبي لينك ادرس اهو واروح رايح على الموقع بتاعنا. انا طبعا في البريفيو فبقى في البريفيو واروح جاي واخد هنا بقى دي اقول له دخل لي اللينك ده. بصوا ايه اللي حصل. هو جاب لي الايه الفيديو من الفيسبوك وحطه لي هنا. تمام يعني بيظهر شكل الفيديو كمان يعني ده احلى حاجه فيه يعني مش بيظهر رابط فقط. بس هو بقى يمكن ساعات مع الفيس ما بيظهرش ما بيقدرش يشغله في ساعتها. يعني بيروح موديني عليه بيوديني على الفيس انما ما بيفتحش فيه بعكس اليوتيوب. يعني هو اليوتيوب بيروح فاتح اليوتيوب انما هو هنا لما ادوس عليه هيروح موديني على الصفحه الدمياط ويوديني فيديو فيها كويس. تمام. انما اليوتيوب ما بيعملش كده. اليوتيوب بيروح جاي عارض لي الفيديو على طول. ماشي. يعني هنا لو عملت يوتيوب وجيت جبت اليوتيوب بص انا بعمل اد يوتيوب بالمره يعني انا عايز اضيف يوتيوب اروح جاي واخد انزل تحت كده على اليوتيوب اهو واختار له مثلا ايجيبت تاني في فيديوهات جديدة جميلة عن مصر. فيديو اسمها ايه؟ ممكن حضرتك تكتب منصة دمياط التعليمية كده ونجيب أي فيديو من عندي منصة دمياط. لا أنا بتكلم لا بتاع ذيس از ايجيبت دي كويسة على فكرة. يعني دايما دوروا على اليوتيوب كده ذيس از ايجيبت هتلاقوا فيديوهات جميلة عن مصر يعني. فأنا هنا اخترت أهو ذيس ايجيبت وأروح جاي دايس له سيلكت وأروح جاي فتح لي ليه حط لي فيديو أهو وابتدي ان انا اكبره زي ما انا عايز او اصغره. لما اجي اعمل ريفيو هيعرضوا لي مباشره بقى مش هيوديني على اليوتيوب. يعني انا انصحكم تشوفوا السلسله بتاعت ذيس از ايجيبت. هو هنا مباشره عرضه لي في الموقع. تمام كده. في اسئله في الجزء ده كده.
فاحنا كده حطينا تكست، حطينا صوره، حطينا ملف من جوجل درايف، وجبنا رابط من بره وشغلناه. ماشي، في حاجه في الكلام ده؟ اعتقد ان الامور واضحه. لو حد من الزملاء عايز يسال سؤال يتفضل. تمام، كله تمام. طيب استاذه سمر رفع اليد، اتفضلي يا استاذه سمر. لو سمحت يا استاذ احمد، يعني انا دلوقتي لو عايزه اضيف فيديو، هضيف رابط، مش هعمل ابلود للفيديو نفسه؟ لو عايز تعملي ابلود مش مشكله. طيب بص، لو عايز تعملي ابلود اعملي ابلود عادي. طب اوصلها منين؟ معلش، ممكن الابلود اوصلها منين؟ ما هو انا هعمل ابلود. بصي يعني هو الافضل ده نفس السؤال الاستاذه منى، استاذه منى زنفل بتسال على الشات نفس السؤال بتاع استاذه سمر. اتفضل. طيب هو احنا بس في حاجه بقى، هو احنا دلوقتي لما هنيجي نعمل ملف، الملف ده هياخد من المساحه بتاعتي على جوجل درايف، صح؟ يعني ده ملف مساحه تخزين. احنا ما عندنا مشكله في المواقع المجانيه هي ان مساحه التخزين بتاعته محدوده. ف يعني لما حضرتك تيجي تعمليه على ويكس مثلا وبيقول لك انا انت ليكي 100 ميجا او 200 ميجا او 300 ميجا، انا لما هاجي ارفع فيديو ده بيتحسب من المساحه التخزينيه بتاعتي. يعني نفس الكلام بقى بيتقفل يعني؟ اه، الافضل ان انا احطه من يوتيوب. يا اما انا عايز اعمل فيديو انا هرفعه على جوجل درايف، على الاكونت بتاعي في جوجل درايف، لان هو كده ايه، هو بيقول لي انا هحاسبك، انت انا مش مديك تحط اللي انت عايزه، انت ليك عندي في جوجل درايف 15 جيجا، 15 جيجا عايز تحطهم كلهم فيديوهات وتحطهم في الموقع بتاعك حطهم، بس انت ليك في الاخر 15 جيجا. كويس؟ فانا هو عايز كده الاول، ان انا ارفعهم على جوجل درايف وبعد كده اروح جاي من جوجل درايف اروح واخد الفيديو اللي انا عايزه. على فكرة يا فندم، دي بالنسبة لتجربتي الويكس، أنا عملت كل رفع الفيديوهات عندي روابط علشان أيوة. المساحة المجانية، فكان لما يضغط أي حد عندي على رابط فيديو يوصله على صفحة الفيس أو صفحة اليوتيوب. ودي ميزة اليوتيوب طبعا، إن أنا اليوتيوب أنا ممكن أرفع كل ملفاتي، واليوتيوب ما عندوش 15 جيجا، يعني يوتيوب لو حطيته عليه 100 جيجا مش هيقول لأ، لكن أنا في جوجل درايف أنا بدأ إن هو يحجمني في 15، فأنا الأحسن إن أنا أرفع على اليوتيوب وابتدي ان انا اخد اللينك على هنا. طالما انا كده كده الروابط الفيس، انا كنت عملت روابط مراجعات السنه اللي هو جميع المراحل التعليميه اللي احنا بدأناها من 15 مارس، كنت بعمل رابط على الفيس يعني بحيث ان يفتح على الفيديو او البث المباشر اللي احنا كنا بنعمله على صفحه الفيس. ووجدت ان في المواقع الاخباريه بدأت تعمل ده فعلا، يعني الموقع الاخباري بدأ لما ما عادوش بيحملوا يوتيوب او فيديوهات على صفحتهم الاخباريه، بدا لما تضغط على الرابط يوصلك على صفحه فيس او على صفحه يوتيوب. اه، ما هو يعني ده ايه الافضل، بس اليوتيوب افضل ليه؟ يعني انا بفضل يوتيوب ليه؟ لان احيانا في بعض الناس في الفيس ما بيخليش الفيديوهات بابليك، فيبقى انا حاطط اللينك بتاع الفيس فيعمل في او صح. الفيس يقول له اعمل تسجيل دخول الاول. كويس، خصوصا لو من جروبات او حاجه زي كده. فإنما اليوتيوب طبعا هو مجاله مفتوح، وفي نفس الوقت اليوتيوب يعني في مواقع تانية بتعمل ايه برضه وانتوا شغالين على اليوتيوب، انت ممكن اليوتيوب تخليه بابليك او انليستد، تخلي متاح للكل او متاح للي معاه الرابط بس، مدرج او غير مدرج. ايوه، ففي مواقع كتير قوي تدخلي قناه اليوتيوب بتاعتهم تلاقيها فاضيه، لكن هو فاضيه ليه؟ لان هو مش فاتحها للعامه، فاتحها من خلال الموقع بتاعه بس اللي معاه اللينك بس بتاعه. طيب ماشي كده. سؤال معلش يا مستر، اتفضلي. ايه هو انا عشان اعمل اكتر من صفحه الافضل ان كل صفحه تبقى بايميل مختلف؟ لا لا، كل ده احنا كل ده في الايميل بتاع جوجل، هو ايميل واحد. تمام. بس ماشي، ايميل واحد بس. لو انا بالنسبه للمساحه بتاعتي محدوده، فانا كواحد مثلا لو انا عندي شغل وبعمل صفحات اروج لمنتج معين، فانا بعمل الصفحه بتاعتي عليها مثلا هتاخد مساحه كبيره، وفي نفس الوقت انا برفع على الدرايف، فحضرتك بتقول المساحه بتاعتك يا اما بتخزن عليها يا اما بتستخدمها في الصفحه. تمام. فده بيديني مساحه ان انا اعمل ايميل واثنين وثلاثه لو انا هعمل منتجات او هستخدم الصفحه في شغل تاني يعني. اه، يبقى افضل ان انا اعمل كل صفحه بايميل مختلف. هو عموما يعني جوجل سايتس بيديك امكانيه انك تعملي مواقع اللي انت عايزاها، يعني انت ممكن بنفس الاكونت طالما انت مش هتستخدمي المساحه دي زي ما قلنا، ولو عندك فيديوهات حطيها على اليوتيوب. كويس، وخدي اللينكات بتاعتها ودخليها.
لو عملتي بقى من الكلام ده يبقى الموقع بتاعك مش هياخد مساحه، فممكن ان انت تعملي 10 مواقع في نفس الاكونت مفيش مشكله، او عندك كذا اكونت على جيميل. الجيميل فيه ميزه كويسه ان انا ممكن اعمل كذا اكونت بنفس رقم التليفون، يعني في مواقع تانية لو دخلتي رقم التليفون يقول لك لا اللي انت عندك حساب بالتليفون ده، انما الجيميل لا ممكن يكون عندك كذا موقع بنفس رقم التليفون، يكون عندك كذا ايميل يعني. تمام شكرا يا مستر. تمام. طيب يبقى احنا ماشي، معلش طولنا عليكم النهارده. خلاص دول الحاجات الاساسيه، هحط تكست، هحط صوره، هجيب من موقع تاني او هجيب من جوجل درايف اي حاجه موجوده عندي. في اللاي اوت دي ان انا هنا احط هل انا عايز الموقع بتاعي الصفحه، يعني هو جايبها لي كانها صفحه جاهزه، ان هي يبقى فيها صوره جنبها تكست، صوتين وتحتهم تكست، ثلاث صور وهكذا. فانا لما ادوس عليها هو مباشره هيجيب لي التصميم ويقول لك دوس هنا عشان تحط الصوره ودوس تحط الصوره الثانيه وهكذا. فاظن دي واضحه يعني مش محتاجه ليه. طيب اي حاجه بتظهر عندي على الصفحه هنا دايما بلاقي على الشمال هنا في العلامه دي ان انا اعمل لها دبليكيت او الغيها او ان انا اغير اللون بتاعها لو انا عايز، كويس عشان ان انا اميز السكشنز من بعض. يعني انا عندي هنا نص انا كتبته عشان اوريها لكم في الكتابه احسن، يعني انا كاتب عزيز الطالب مطلوب منك كذا وعملت لها دبليكيت، عملت لها دبليكيت فموجوده ثلاثه والثلاثه بنفس اللون، فانا الافضل ان اللي في النص اميزه بلون ثاني عشان اسهل على اللي شغال ان هو يشوف الموضوع بطريقه اسهل. واللون الابيض غالبا هو ابيض، فانا احاول اللون الابيض ده اميزه شويه، فبلاش ابيض اخليه جراي عشان يبان ان هو مختلف شويه عن التانيين. طيب لا انا الجزء ده انا مش عايز بقى الوان، انا عايز احط فيه صوره، فانا بقول له احط ايمج وبرضه في عنده صوره جاهزه ممكن تتحط في الحاجات دي. يبقى الارضيه بتاعت الكلام بتاعي في صوره، هنا احط صوره تانية في الباليته بتاعت الالوان دي، اقول له هنا لو انا عايز احط صوره من عندي بدوس ابلود دايما، لو انا باخد صوره جاهزه او هدخل ابحث عن النت ادور على صوره من على الانترنت او اجيب وهكذا، ابتدي ان انا ادوس هنا واختار لي سيلكت وادوس الصوره اللي انا عايزها. اصبح هنا كل واحده شكلها مختلف عن الثانيه، لو انا هكتب هنا صف كذا او صف كذا او نشاط كذا فيبان ان هم شكلهم مختلفين عن بعض. هنزل تحت بسرعه كده على اللي هنا في التكست ده اللي هو التكست انا هنا بدوس تكست. ساعات تلاقوا مكتوب في الموقع اضغط هنا لقراءة النص الكامل مثلا، مش عارف شوفوا اضغط هنا كويس واجي تحت اروح كاتب ايه النص الكامل كذا 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 كذا. هنا عمل ايه بس الشكل بتاعها بيظهر ازاي؟ هنا ظهر له كلمة اضغط هنا بس، لما ادوس عليها يبتدي يطلع لي المقال بالكامل او النص الكامل عشان ما يزحمش الصفحة. دي بوصل لها فين؟ اللي هي دي كليبسبل تكست دي، كويس؟ ادوس عليها فيظهر لي خانتين، خانة فيها الكلام اللي هيظهر قدام الطالب، ولما يدوس عليه في الخانة اللي تحتها يظهر النص الكامل اللي احنا قلنا عليه. ماشي؟ طيب. شيلها بس عشان ما تزحملكوش المكان. اللي بعدها اللي هي التبل اوف كونتنت دي انا لما بدوس عليها هيقول لي انت ايه المحتويات اللي عندك؟ المحتويات اللي عندي هنا في كذا وفي كذا وفي كذا، هيبتدي ان هو يدوس لي الهايلايتس اللي موجوده عندي. الهايلايتس مين؟ انا عندي هنا كل اللي مكتوب ده التكست ده مش هايلايت ده نورمال، فلما ادوس عليه اخليه هيدنج هنا اخليه هايلايتس فيبتدي يظهر هنا. بصوا عزيز الطالب مطلوب منك كذا. ساعات انتوا بتبقى في اول الصفحه، الصفحه فيها كلام كتير
فانت عايز طالب يتنقل لنص الصفحه مباشره او لاخر الصفحه مباشره كويس. او انا جاي مخلي الكلام ده هايلايتس او جاي على الكلام ده ويظهر الشغل بتاعه فواحد دايس عليه يخليه هيدنج. بص لما خليته هيدنج ظهر لي ايه؟ ظهر لي هنا. فدي اللي هي تيبل اوف كونتنت، دي بتظهر فوق اللي هي المحتويات يعني، فبتظهر لي فوق وبيظهر لي الحاجات الهايلايتس بس بحيث ان انا ادخلها بسهوله لو الصفحه طويله. طيب طيب ماشي. بعد كده في عندي الايمج كارسل دي لما بحط كذا صوره، مش عارف عارفين لما بيبقى في صور بتاعه القرار الوزاري مثلا، هتلاقي الصور جايه ورا بعضها يعني، مثلا ناخد الصوره دي ودي 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 اخدهم، خدت انا كذا صور اربع صور اقول له انسرت، راح اظهر لي الصورة دي الأربع صور دول عملهم لي هنا. بيظهروا ازاي بقى في الشاشة؟ اللي هي الصور اللي بتبقى يمين وشمال زي الألبوم كده. أنا عندي هنا أدوس يمين يغير، أدوس شمال يغير وهكذا. تمام. دي اللي هي إيه؟ إن أنا بختار أكتر من صورة وبعدين هو أتحرك بيها يمين وشمال. الديفايدر ده اللي هو بيعمل خط بس كده عشان يبقى فاصل عشان ابقى انا عارف الشغل فيه. بليس هولد ده هو ان انا بيعمل لي يحجز لي مكان عشان بس بكبره وبحط فيه اي حاجه انا عايزها. ممكن احط فيه صوره، ممكن احط فيه يوتيوب، ممكن احط فيه كذا، بس هو حجز المكان ده هو للحاجه اللي انا عايز اعملها. فعمل البليس هولد ده احط صوره، احط اي فيديو، احط حاجه من جوجل مابس زي ما انا عايز. ممكن احط التقويم بتاعي، ما اعرفش لو انتوا بتستخدموا جوجل كالندر في الموبايل، فانت هنا هتحطي الاحداث المهمه بتاعتك. يعني حضرتك مثلا استاذ علا في منصه الدمياط التعليميه انت عارفه جدول المواعيد بتاع الاسبوع بتاعك ازاي، عارفه ان انت عندك يوم الاثنين محاضره كذا ويوم الثلاث محاضره كذا ويوم كذا، فحضرتك بتسجلي الحاجات دي تمام في الموبايل عندك في جوجل كالندر وبتعملي لها لينك مع الموقع، بحيث انت وانت قاعده على الموبايل بتسجلي بتروح ظاهره هنا مباشره في الموقع، ان اي حد هيدخل هيبقى عارف جدول الاسبوع بتاع المنصه والبث المباشر عامل ازاي. طيب انا بخش بقول له الكالندر بتاعتي، فانا بقول انت احمد صلاح انت الكالندر بتاعتك هتتعامل واحده للامتحانات، واحده للمدرسين، واحده للكونتنتس بتاعتك، واحده للدراسات، فانا بقول له انا عايز دي بتاعت كذا، يعني مثلا مناسبات في مصر مثلا، فانا بدوس عليها وبضيفها. فانا لما حطيتها فظهر له دي بقى مناسبات مش بتاعتي انا شخصيا يعني، فبدا هنا ان هو يحط يقول والله دي مصر يوم 23 يوليو اجازه كل سنه وانتم طيبين، وبعد كده العيد كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. فيبتدي لو انت حطيتي بقى الحاجه الخاصه بيك انت، انا عندي كذا كالندر وانا اخترت له دي بتاعت الاجازات في مصر، انما لو اخترت له حاجه من حاجاتي انا هيبتدي يظهر لي الحاجات اللي انا بكتبها على موبايلي، بحيث ان اي حد يدخل يبقى عارف جدول المواعيد، جدول البث ايه طول الاسبوع. كويس. دي احنا جبناها منين؟ دي البليس هولدر. كويس. طب برضه انا هرجع هنيجي بعد كده على اليوتيوب. زي ما اتفقنا اليوتيوب انا ممكن انا معايا لينك عادي اروح داخل عليه مباشره، او اروح جاي انا كاتب اللينك واروح جاي اعمل له انسر. ماشي. ابلود دي الحاجات اللي انا رافعها النت. بصوا دي حاجات انا كنت عاملها زمان، فدي موجوده ازاي توصل لحسابك في الموضوع ده. واحده دايس عليها دي صفحتي، دي القناه بتاعتي على اليوتيوب. كويس. يعني كل واحد فيكم القناه بتاعته على اليوتيوب عليها فيديوهات، فانت بتقول لك الحاجات الابلودد اللي انت رافعها، يعني انت مش بتعمل سيرش، انت عايز حاجاتك انت. فانا اقول له دي كذا واحد دايس له على سيلكت، فيروح جاي مطلع الفيديو بتاعي. ماشي. او انا هعمل سيرش على الفيديو اللي انا عايزه. تمام كده. ماشي. تمام. انا بحاول اجري عشان عطلناكم من الاول. تمام. خلاص الكلام ده احنا اتفقنا عليه. مابس لو انا عايز احط الماب بتاعتي واروح انا جايب لوكيشن معين او مكان معين واروح جاي داخل عليه وبحطها عندي، انا عايز احط انا مكاني فين. كويس.
يعني احنا عايزين نحط احنا منصة دمياط، منصة دمياط دي فين في العالم كذا. انا في مرة اللي عنده نشاط تجاري مثلا فهو هيدخل، تعرف توصل الإدارة التعليمية بتاعتكم مديرية من هنا كويس. يعني انا هاجي ادخل في دمياط عايز مثلا حتة معينة، فواحد يسلو على دروب بليسمارك ده مكان النشاط التجاري بتاعي واقول له انا هنا، بص حاطط نقطة وعمل لها سيلكت راح منزلها للناس بحيث الناس تبقى عارفة انا مكان النشاط التجاري بتاعي فين كويس، او المدرسه بتاعتي فين، اللوكيشن بتاع المدرسه بتاعتي، يعني الناس جايه عايزين يقدموا عايزين يعملوا كذا فانا بحط له اللوكيشن بتاع المدرسه بتاعتي. يبقى انا صفحتي حطيت له كل البيانات بتاعتي، بقول له انت لو عايز توصل ازاي، لو هو فتح من الموبايل بتاعه، لو هو فتح الموقع من الموبايل بتاعه داس هنا بيدخله على جوجل مابس وبيشغل جي بي اس بحيث يعرف يوصل لكم، يعني بيكتب له الدايركشنز وبيعرف يوصل لكم بالموبايل. فدي ظريفه في المابس مش بتاع الجغرافيا بس، يعني لاي حد يعني. عايز اضيف ملف وورد للدوكمنتس سلايد شيت الفورم اللي هي نماذج جوجل اللي هي بتعمل بيها امتحانات دي، يا ريت يعني اكيد يعني انتوا اخدتوا عليها، يعني الشارتس اللي انت عاملها. يعني انا جيت انا كنت عامل المدارس بتاعتي اللي انا بروحها مثلا بروحها كل قد ايه، فمعمول لها شارت، فانا هنا هروح جاي دايس عليه فيبتدي فيبتدي يظهر لي هنا مثلا. يعني انا كنت بشوف انا المدارس بتاعتي انا بروحها كل كام يوم عشان ما تفلتش مني واحده منهم ولا كذا، فكنت اعمل لهم مسجلهم ومسجل كل واحده فيهم بروحها يوم كذا وفي فرق كام يوم عشان اشوف مين اللي وقعت مني وما بحاولش. فانا كنت عاملها شوت، فهو هنا حاطط لك كل الحاجات اللي على جوجل درايف بتاعك، فممكن تختار منها وتروح جاي حاططها. طيب اوكي، فكده دول يعني الحاجات الاساسيه اللي موجوده فيها. خلاص كل حاجه عايز اشوفها بعمل لها بقى. في جميلة بقى، ميزة جميلة قوي ان انا بعمل هنا بسمح لحد ان هو يدخل معايا، مش انا بس اللي اصمم الموقع، لا ده انا اقول والله الموقع ده انا بصممه وانا هسمح لحد كمان ان هو يدخل يعمله معايا كويس. فانا عندي دول ناس انا ممكن ان انا واحد جاي دايس عليهم واقول له اسمح لي دول كمان ان هم يكون ليهم صلاحية ان هم يشاركوا معايا في الموقع، فظهر لي هنا الايميل اللي انا عايز ادخله واقول له الراجل ده ماله، ده ببلش فيور بس ولا يبقى اديتور، لو بقى اديتور يبقى هو ممكن يعمل كل الشغل اللي انا بعمله ده، يبقى مش انا بس اللي شغال على الموقع، كل واحد في بيته وهو كمان شغال معايا، مش لازم ان احنا نتجمع في مكان واحد كويس. وبقول له سنت، ببعت له هنا رساله وهو لازم يقبلها طبعا عشان يتوافق ان هو يشارك معايا في الموقع، لو ما وافقش يبقى هو كده ما خدش الصلاحيه مش هيدخل الموقع معايا. دي منين؟ من علامه زائد، علامة زائد بضيف الناس اللي انا عايزهم يشاركوا معايا في الموقع. لما بدوس على الترس ده بيجيب لي هنا عدد من الاختيارات، يعني دي اختيارات مش مهمة يعني كويس. هو بيقول لي هنا انت عايز النافيجيتور اللي فوق ده اللي هو القايمة عايزها فوق ولا عايزها بالجنب، عايز لونها ايه، عايز لونها ظاهر، عايزها لون معين، لونها ابيض اسود اللي هي بيبقى فيها الصفحة الرئيسية والصفحات التانية دي كويس. لو انت عندك براند معين، لو انت يعني بتبيع منتج ولا حاجه فالبراند معين ده ليك لوجو فبترفع اللوجو بتاعك اللي انت عايزه. لو انت عندك دي ايكون اللي هي دي ايكون دي عارف هنا اللي هي دي، بصوا كده ماي درايف عامل لنفسه الايقونه الصغيره دي. لو انت عندك ايقونه صغيره عايز تحطها على الموقع لما تظهر كلمه دراسات الاجتماعيه بيظهر جنبها الجزء البنفسجي ده، لو انت عايز تحط الايقونه الخاصه بيك بتحطها من هنا اللي هي براند ايمج دي، بتروح عامل الابلود في الفي ايكون دي. انما اللوجو ده اللوجو بتاع الصفحه اللي انت هتحط في الصفحات بتاعتك كويس. طيب انا بشوفه ازاي؟ بشوفه هنا بالبرنامج بتاعي، ان انا عندي هنا دي بعض اللينكات اللي انا موجوده عندي دي. لو انا اشتريت موقع، خلي بالكم ده كان علاء يفيدنا فيها في الموضوع ده، ان انا ممكن اشتري حاجه اسمها دومين، انا مش بشتري موقع بشتري اسم بس، يعني هشتري www.احمدصلاح.com. طب هو في موقع؟ لا مفيش موقع، ده هو بس الاسم ده الادرس ده، والادرس ده احطه على موقع مجاني، يعني دي برضه بس بتدفع لها فلوس اقل طبعا من فلوس الموقع، يعني هي بتبقى فلوسها اقل من فلوس الموقع لكن هي برضه بتدفع لها فلوس. ان انا اشتري دومين فبيقول لي الدومين نيم بتاعك ايه،
فانا بحط له واقول له انت لو حد كتب www.ahmedsalah.com هيروح داخل على الموقع المجاني اللي انا عامله ده. كويس. طبعا دي لو انا هعمل الاحصائيات والتحاليل دي الحاجات دي ودي الاعلانات والكلام ده يعني احنا ما نتجاوز الجزء ده دلوقتي. طيب يبقى انا عايز ارجع في اي حاجه عملتها انا ممكن اعمل اندو غير ان انا ممكن طبعا اعمل ديليت في ساعتها. هاجي بقى للجزء المهم ان انا عايز انشر الموقع ده. اروح جاي دايس على ايه؟ على الزرار بتاع بابلش. لما ادوس على بابلش هيقول لي طيب انت هتسمي الموقع بتاعك ايه؟ ودي بقى دايما غالبا احنا اللي بنقابل فيها مشكله لان انا لما باجي اسمي الموقع هسميه دراسات مثلا. طبعا التسميه لازم تبقى انجليزي. والله طب ما حدش واخد اسم الدراسات ده كويس. فاحنا نعمل ايه بقى؟ ننتهز الفرصه واستاذنكم تسميه كده يعني ان احنا مش هنلاقي حد بعد كده. كويس يعني لو سميت ايجيبت مثلا سوشيال ستاديز مثلا هيقول لي لا ما يعني لو سميت ايجيبت هيقول لي الاسم ده متاخد قبل كده. كويس. هو ما ينفعش عربي خالص يا مستر. لا 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 لازم الاسم يكون بالانجليزي. فاحنا بنحاول نسهله بدل ما اكتب له سوشيال ستاديز والولاد اصلا في مصر ما شاء الله يعني الموضوع مش الموقع اللي اسمها عربي معمول على مواقع تانية ولا معمول على ايه؟ يعني ايه موقع اسمه؟ بصي حضرتك احنا بنتكلم عليه بنتكلم على الحته دي على الادرس بتاعه مش اسم الموقع. بصي الادرس اسمه ايه؟ اللينك على اليوريال. لكن هو نفسه بصي هو نفسه ايه اسمه بالعربي اهو مكتوب فوق الدراسات الاجتماعيه. كويس. تمام. طب استني انت عايز تسمي الموقع ايه؟ قولي لي اي اسم عايزه تسميه اي اسم بالعربي. هو دراسات خلاص. لا ما هغيره هقولك اخليه الاسم اللي انت عايزاه هنسميه اهلا بكم مثلا. كويس. اسم الموقع ايه؟ قالوا لي اي اسم موقع بالعربي يعني مفيش مشكله. الاسم اللي انتوا هتختاروه هيبقى هو ده الاسم عالم العلوم مثلا. بصي بقى الاسم فوق ايه؟ فده الاسم اللي فوق لكن اللينك لازم يبقى بالانجليزي. كويس؟ فانا لما عملت كده خلاص هو الموقع ايه اتنشر. فيبتدي هنا ان هو يقول لي او فيو بابلشت. شوف بقى الموقع اللي انت عملته ايه؟ او تعمل له ان بابلش اروح اعمل له بابلش فهو ظهر لي اهو السايتس جوجل سايتس فيو باسم دراسات. بس هو دخلني في الصفحات بقى نشاط تانية وكذا وكذا. انا عايز صفحه رئيسيه اروح دايس على هوم هيروح جايب لي الصفحه الرئيسيه بتاعتي. كويس. فيها فيديو شغال اللي انا مشغله. عايز اكبر الفيديو برضه هيتكبر عادي مفيش مشكله كاني شغال على النت. طيب بقيت الشغل اهو انا حاطط الفولدر بتاعي حاطط الرسمه بتاعتي واخد حاجه من الفيسبوك يبقى كده الموقع بتاعي كده ايه شغال. باخد اللينك ده هو شغل الطلبه. كويس. يبقى ده اللينك بتاع الموقع بتاعي باخده وبنشغل الطلبه عندي. بس كده طولنا عليكم النهارده. في اي سؤال ممكن عايزين نراجع عليه؟ شكرا يا مستر. استاذ علا اتفضلي. ايوه يا فندم مع حضرتك. طبعا دلوقتي حضرتك وفيت وكفيت بصراحه وتجاوزنا الوقت بنص ساعه وما حسيناش بصراحه لان كانت النهارده محاضره اكتر من رائعه ومفيده ومكمله لما بداناه من حقيبه تدريبيه للمعلم. اظن مش افضل من دي حقيبه اللي هنحط فيها كل حاجاتنا وادواتنا. هسيب المجال للساده الحضور لو في اي سؤال عشان عندنا بارت 2 ما نتاخرش عليكم اكتر من كده. في اي سؤال للمحاضره اتفضل. الاستاذ حسن طلع اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشكر حضرتك استاذ احمد المجهود الرائع اللي بذلته حضرتك النهارده. ربنا يجعلك ميزان حسناتك ان شاء الله. استاذ حضرتك لو في تلخيص للكلام للشغل اللي عملناه ده الساعتين ونص اللي خدناهم دول مع حضرتك تلخيص كده في نظام وورد لو امكن مع حضرتك يعني جزاكم الله كل خير.
طيب عشان بإذن الله نخرج نقاط ثابته، نقاط ثابته نمشي عليها ان شاء الله بكره وبعد ان شاء الله، يعني المحاضره بمرضي الله وفيت حضرتك. طيب بمرضي الله. طيب ماشي يا استاذ حسن. طب انا ممكن بس اضيف حاجه وبستاذن استاذ احمد. استاذ احمد طبعا هيدخل معانا في تليجرام منصه دمياط التعليميه، استاذ امين موجود معانا ان شاء الله وهو موافق على كده. يا استاذ امين يا ريت يفتح المايك يدخل معانا على التليجرام وهيكون في تواصل مباشر مع حضرتك. في عندنا في رقم 11002 عايز يتكلم، اتفضل. انا مش عارفه الاسم 11002 35، يا ريت كان رفع اليد قبل استاذ حسن. اتفضل يتكلم، اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. اتفضلي وركت. اتفضلي. ما عنديش شات بس ولا رفع اليد. اتفضلي. طب كان في سؤال اللي هو ممكن، هو قال ان في واحد ممكن يشترك مع واحد، طب ممكن مجموعه تشترك في صفحه مثلا، في صف اي عدد حضرتك عايزين، يعني حضرتك بتضيف اي حد معاه ايميل. يعني واحد بس. يعني ممكن اكتر من اثنين او ثلاثه. ماشي. طيب بس طبعا انت بتتفقي معاهم ان هم ما يلخبطوش شغل بعض، كويس؟ يعني لازم الناس اللي داخله دي تكون كلها فاهمه الشغل عشان ما يجيش حد يعمل وحد تاني يلغي، لان انت بتدي له صلاحيه ان هو يلغي او ان هو يعدل، كويس؟ شكرا. في حد عنده سؤال اخر للاستاذ احمد؟ طيب عندنا الاساتذه موجودين. طب استاذ امين يتفضل عشان احنا هنبدا البارت 2 الخاص بسهره النهارده. استاذ امين انا مستمع جيد للاستاذ احمد. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. شكرا يا فندم. انا بقدم بس باسمي واسم استاذ امين اسم المنصه كل الشكر والتقدير للاستاذ احمد. بصراحه النهارده كانت محاضره، وكانت محاضره فوق الرائعه، مكمله وبدايه رائعه لحقيبه، حقيبه المعلم الرقميه اللي خاصه بقناه ان تم انشائها يوم السبت، كفايات المعلم العصري اللي بتتضمن مكتبات رقميه وادوات رقميه، وان شاء الله هيكون في الاسبوع القادم استراتيجيات وتربويات كتير جدا. بس في سادة من المتدربين واحنا معهم بنقول الاسبوع القادم، او مش الاسبوع القادم، يوم الاربعاء ان شاء الله يبدا صيام، فياريت التوقيت او المحاضرات تخف شويه، فبنقول لهم الصيام عباده والعمل عباده وطلب العلم عباده، فياريت نعمل عمليه تنسيق بينهم، وبدل ما نسهر على التلفزيون نسهر مع بعض في امسيات تدريبيه. والمنصة إن شاء الله هتقدم حاجات متزامنة وغير متزامنة، هنعلن عنها دلوقتي حالا. أشكرك جدا أستاذ أحمد. أحب لسه في بارت 2 خاص بالسهرة بتاعة النهاردة، بس أحب أختم بارت 1 خاص بالمحاضرة بتاعتك في حاجة بسيطة جدا دايما بنقدمها لحد متألق زي حضرتك كده بتعمل معانا. أستاذ أمين يتفضل. نفسك اتفضل استاذ امين. انا شاكر فضل الاستاذ احمد وربنا يبارك فيه يا رب، دعم السهره وتحت الهوا كمان باعداد قبلها بيومين، فيعني ربنا يجعلكم ميزان حسناتك. واحنا نتمنى ان نشوفك في دمياط ان شاء الله عشان نسعد بك محمد الفقراني كده، نعمل لقاء او احنا نروح لاسكندريه يا فندم. انتوا استضافونا والله، انتوا في اي مكان يعني. والله استضافونا وبيتنا وبيتنا في الفندق المعلمين. ايوه استضافونا والله يا استاذ بركه. شكرا يا فندم، جزاك الله كل خير. ربنا يبارك ويديم كده عليكم، يعني الجلسات الرائعه اللي بتعملوها كل يوم دي ربنا يبارك فيكم. معكم وبكم يا فندم تكتمل الرؤيه وتكتمل الرساله. اشكرك، جزاك الله كل خير. انا بستاذن حضراتكم ان هقفل التسجيل دلوقتي عشان نبدا تسجيل تاني البارت 2. شكرا، جزاك الله كل خير. مع حقيبه تدريبيه للمعلم الرقمي ان شاء الله هنستكملها يوم الخميس مع دكتور محمد حسني خلف، هيستكمل معانا ادوات رقميه جديده هنضيفها للحقيبه التي بداناها من يوم السبت مع استاذه صفاء جنيدي ومع استاذ احمد يوم الاثنين، وهنستكملها يوم الخميس مع دكتور محمد حسني خلف، مع وعد بتدريبات رقمية واستراتيجيات تربوية ورؤى جديدة مع الحقيبة لنستعد للعام الدراسي الجديد ونحن على قدر المسؤولية على قلب رجل واحد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.